أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم ورحمة منه وبركاته. اليوم ونحن نغطي هذه الآلاف وهذه المسيرة المليونية الزاحفة نحو كعبة الصمود وقبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. هذه الملايين تنطق بالعشق والحب والولاء والتضحية والفداء، وهي تسير على نهج أبي عبد الله الحسين، ذلك القربان العظيم الذي قدمته زينب عليها السلام، وبذل أهل البيت عليهم السلام مهجهم حتى وصلت هذه المسيرة وهذه الرسالة إلى يومنا هذا. وفي شهور نحن الآن من جسر عفج في بداية محافظة الديوانية. كم يوم انتم بالطريق؟ صارنا 8 أيام. 8 أيام بالطريق. اتكلم لي عن هذا الموكب الكبير العملاق اللي جاي اشوفه، شنو اسم الموكب وايش قد يشاركون به؟ عينك على الكاميرا. بفضل الله ورب العالمين. عفوا. الحمد لله والشكر، انطلاقتنا من سوق الشيوخ قرمة بن سعيد. العدد مالتنا 150 نفر. الحمد لله هاي المسيرة تشوفها 150 نفر؟ اي 150. آليات اشوف عندكم؟ الحمد لله والشكر 3 سيارات مطلعين بفضل الله والحسين وبركات الحسين هاي. شلون الخدمات بالطريق؟ بعد بركة الحسين بهاي الخدمة. مريت انت على السماوة على الرومات؟ نعم 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 على السماوة على الرومات. الآن انت بداية بالعفش. الحمد لله والشكر سنة على سنة جاي نشوفها ازيد وازيد وازيد. تعبر لك هذه الزيارة اليوم؟ تحدي ولا عقيدة؟ كل وسائلها كل وسائل التضحية الصبر هالجر جو الحار هذا تشوفوا الناس جاي مثل ما تقول جاهد جهاد على مود هاي المسيرة لأن نقدر نغير من أخلاقياتنا من نفسي. الحسيني الأخلاق محبة البيت الدين التزام بالصلاة الدين كله يتضح بهاي الرسالة. الحمد لله الله يحفظك ناجورين الله. أيضا نلتقي بأحد زوار الإمام الحسين عليه السلام والذين أكثر من أيام هم يسيرون سير على الداخل. عظم الله لك الأجر إن شاء الله. عظم الله لك الأجر. عن هذه المسيرة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المسيرة الحسينية تندلق من رأس الفيشة، يعني من انطلاق. لا أنا مو من رأس الفيشة لأن أنا خادم، فأنا أتلقى الزوار للفهود للكبايش للعمار نجيبهم سوق الشيوخ. أنا من سوق الشيوخ، فإحنا نتلقاهم نحجزهم من الصبح نمشي وياهم من الصباح إلى المغرب، إحنا نمشي وياهم حتى يجي مضيفة من كل الدول، نيران من أي دولة من كل أي دولة إحنا نرحب. ماكو فرق ما عندنا، يعني كحياتي من يطبل البيت كأنه عراقي ما نحسسه بأن هو من عندنا من عندنا وبينه وأخونا ما طول على طريق الحسين. يعني انتهت الجنسيات والحدود. ما عندنا جنسيات في طريق الحسين، حتى هسه هنا احنا أخوة حسينيين، واحد يشيل الثاني واحد يساعد الثاني، الشاب يساعد اخت المرأة. موكبكم وين؟ احنا انا من احد موكب شهيد الجمعة، وهو تعداده اكثر من 5000 نفر او ازيد. احنا خدام موكب شهيد الجمعه، القافله الحسينيه تسير. حولتوا الان؟ لا موكب شهيد الجمعه يسير هسه اليوم بالقاسم واحنا ورا. التزام الحمد لله والشكر، فنوصيهم ونقولهم لا يفرقنا احد ان شاء الله. فاحنا يجمعنا حب الحسين وثورة الحسين وعشق الحسين، ما عندنا أي شيء مع الحسين. هاي الثورة تلقى عندها شباب ملايين أجيالنا. هاي المسيرة تعتمد على العنصر الشبابي. أبد عندي طفلة عمرها 5 سنوات إذا ما جب الزوار تبكي.
ما شاء الله ثق بالحسين الشهيد، وانا خادم من قدام سوق الشيوخ يعني احد ثق بالله العلي ماجور ان شاء الله جميع ان شاء الله. ما عندك مشاهدات لطيفه خلال هاي المسيره؟ والله والله وايد عندنا قاعد تصير، يعني احسب مرات الانسان يعني نقول بينه يعني ثقل الزوار يحتار مرات يقول هاي انا ما اعصب، مرات بينه وبين نفسه يدعي يقول يا زهراء يا حسين، ما تحس الا الخادم هو يمك سبحان الله. تحس بيها ضعيفه لكنه تحس انه تحس بيها يعني انت تحس يتوفر تشوف الاعداد ملايين تحس تقول الليله وين ابات وين اقعد وين انا والله يفرجها يا يفرجها، ما تحس الا كان المحصوم مدي لك يعني سبحان الله بالله العلي العظيم. التوفيق للجميع عظم الله لك الاجر. ايضا عندنا خادم اخر من خدام الحسين عظم الله لك الاجر، من اي محافظه؟ للناصريه. الناصريه ما شاء الله اليوم اهل الناصريه ومواكب الناصريه هي اللي تملا هذه المسيره خصوصا في هذا المكان. اتكلم لي عن موكبكم، تعداده، الخدمات اللي تقدمونها، او انت زائر ماشي على طريق الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على اولاد الحسين، على اصحاب الحسين، على قطيع الكفين ابو الفضل العباس. احنا موكب الناصرية مدينة الصدر. الخدمة الحمد لله شكر من الناصرية عندك، من الخضر، من عندك من البطحة، من السماء والحد كربلاء. الخدمة أوكي الحمد لله. عندك مسألة ما الفرق بين عن ما الفرق بين إيراني أي واحد بين كشتان أو خدمة أهم شيء عرب الحسين. احنا يا جماعه نحب الحسين، ابد احنا يا جماعه نحب الحسين جنسيه، ابد احنا يا جماعه نحب الحسين عليه السلام، ابد ما عندنا شيء، احنا يا جماعه نحب الحسين عليه السلام، كان ايران وكان باكستان وكان من غير دوله خلي على راسي، هو كان زائر وخلي على راسي ابوس العالم يبات عندك وتحميه احميه وانا اطير روحه له ما يمسه بس الهواء. الحمد لله وشكر. والحمد لله وشكر عظم الله لكم الاجر واجرنا ان شاء الله بعد. في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين، أيضا مشاهدنا المليون على الحمد لله عظم الله لكم الأجر. حسينيون حتى الظهور سراركم بأنوار الهداية عليهم راية العباس هاية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار وقائيون حشد الظهور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور شراركم إلى أرض السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من مهدوا درب العبادة وخطوا بالدماء لفت القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عودة لكم مشاهدينا ونحن في برنامج حسينيون حتى الظهور من جسر طواري جسر الديوانية. نعم في جسر الديوانية في محافظة الديوانية ونحن معكم في برنامج حسينيون حتى الظهور ومعي هذه الثلة الطيبة من الزائرين
والسائرين إلى أبا عبد الله الحسين عليه السلام. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم. من أي محافظة؟ محافظة عينك على تكلمنا عن هذه المسيرة وما تحمل من مضامين جميلة ومضامين وأهداف أراد الإمام الحسين عليه السلام لكم السائرين والشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. المسيرة الحسينية بدأت من الشيبة جنوب شمال البصرة. السيبة هي شيبة احنا نسميها راس البيشة او السيبة. بفضل من الله سبحانه وتعالى والمواكب الحسينية ما قصرت العالم، يعني الخدمات المواكب ما قصروا، الناس اللي تعذب ببيوتها يعني تعجز الوصف عنها، ناس يعني انطت كل شيء، فتحت بيوتها عذبت بكل شيء عندها، يعني ما بقى شيء ما انطته. يعني احنا اصلا تفاجئنا من شفنا الخدمات بالشارع، احنا كل سنه نجي بس هاي يزيد سنه عن سنه جاي يزيد. يعني مو اكثر يعني مضاعفه مضاعفه بالزوار وبالخدمات وبال الكرم يعني الكرم يعني نعجز الوصف عنه، يعني تعبير ما نقدر والله ما نقدر شو نقول للناس ما نقدر. يعني ناس نستحي نحكي بهذا الحكي. انت الان ايش تنظر للزائر اللي جاي من الخارج الأخرى من الجنسيات الأخرى؟ هل هناك فرق بيننا وبين بقية الجنسيات من الزائرين؟ بالعكس، اللي جاي للإمام الحسين هو خطار الإمام الحسين. احنا كلنا حتى اللي زائر احنا نخليه فوق راسنا ما دام جاي للإمام الحسين. جميع واحد جاي والله أنا أنصح الشباب الالتزام بالصلاة، الالتزام بالوعي، الالتزام بالمنظر، لان المنظر له دور المنظر له دور بالمجتمع. الناس جاي تنظر للشاب على منظره، ما تعرف ايش داخل بيه، من يشوفون لبسه ومشيته وملتزم بصلاته وبكلامه وباخلاقه احنا ما ندري بيه. شكرا جزيلا، عظم الله لك الاجر. من يا محافظه؟ من السماوه. من السماوه، اهلا وسهلا باهل السماوه. اهلا بانصار ياسين الرميثي، حياك الله. احفاد ياسين الرميثي، كيف هي المسيره من السماوه؟ والله المسيره كلها زينه وجيده، والزوار والخدمه والمواكب واقفه وهالجو كل زين. الخدمات على الطريق، خدمات على الطريق كلها زينه ومضبوطه وجيده. زين، جيده كلش يعني حسب الاصول. الوضع الامني شو تشوف؟ الوضع الامني بالنسبه للجهه الامنيه كلش زينه وكلها التواضع كلها نفس الشيء. الجهه الامنيه من طالب الجهه الامنيه او من جانب خدمه المواكب، نعم جيده. زين، خدمه كلش زينه يعني. جيد. عندك هوسه؟ عندك شعر سمعت الاستاذ؟ لا انا ما عندي، مو شعر صراحه. شنو عندك؟ ولا عندي شعر. شنو عندك؟ ايش تنصح الشباب بعمرك؟ انصحهم بالاخلاق بالاداب الطريق والصلاه والالتزام. الالتزام بالاداب. اكو فرق بيننا وبين بقيه الجنسيات؟ لا ماكو فرق، اي زائر ماكو فرق، بالعكس. صاحب موكب؟ نعم صاحب موكب. استقبلتوا الايرانيين بمواكبكم؟ قليلين علينا من هناك يجون، قليلين هم. قليلين؟ اي نعم، بس ما يجون هم جون الحمد لله. خدمتوهم؟ نعم خدمناهم. وفرت لهم الخدمه؟ كل شيء متوفر. جيد. الحمد لله. اي زائر مو بس قصدي العراق؟ كل شيء زائر، كل زائر منين ما كان، يكون من الخارج او من أهل السماوة، أهل العزوبية وأهل كرم، ولو كل الطرق وكل المناطق اللي الآن عليها المسير هي أهل كرم وأهل العزوبية، بس اللي شفناه عند السماوة كرم مقطع النظير. الله يديم عليكم إن شاء الله، وعظم الله لكم الأجر، ونتمناكم الموفقية في هذا الطريق، طريق الحسين عليه السلام والهداية. مشاهدينا أيضا نبقى وياكم مستمرين، ونحن في برنامج حسينيون حتى الظهور من محافظة الديوانية. ابقوا معنا.
السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وعظم الله لكم ولنا الاجر بذكرى اربعينيه سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين. برنامج حسينيون حتى الظهور، يوم امس كناكم من منطقة الحلة وبالتحديد منطقة الإسكندرية. بالتالي احنا اليوم متواجدين من محافظة العاصمة بغداد عفوا، وبالتحديد منطقة الدورة. مثل ما جاي تشوفون حاليا يعني زوار بغداد بدأت تتجه صوب مدينة كربلاء، مدينة الأحرار. وبالتالي احنا اليوم بالدورة قرب موكب أحباب الحسين، راح نتعرف على الموكب وايضا راح نشوف الزائرين اللي موجودين هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياكم الله. عظم الله اجرنا واجوركم بهذا المصاب الجلل وذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام. الله يسلمك. بدايه نحكي لي عن تاريخ الموكب، يا سنه تاسس هذا الشارع بالتحديد، يعني اليوم ما جاي اشوفه عابر على السيارات، يعني اكو شارع خاص بكم. هذا الموكب تاسس سنه 2004 طبعا، من بعد سقوط النظام السابق. وهذا الموكب تشوف به جميع الـ يعني الـ المراجع مثل ما تقول، ما يجمعنا انه حزب معين او مرجع معين او هذه، هدفنا انه خدمه الامام الحسين عليه السلام، والحسين الحسين هو جامعنا الله يحفظك. فالشارع مثل ما تفضلت انت ما كان بهيك يعني جماليه وهيش ترتيب، وهذه كان الشارع الرئيسي هو، بس يعني امانه بغداد اللي اشتغلت وهذه، واضافه انه اليوم اللي يريد يزين موكبه واللي يريد يعطي جماليه اللي هو يشتغل منه. فتشوف هذا شغلنا كله، يعني احنا اللي اشتغلناه بايدينا مثل ما يقول. ابو يوسف جاي اشوف موكبكم اليوم، حتى القمريات شيء حلو مرتب. نعم الله يحفظك، هذا بركه الامام الحسين عليه السلام والناس الخيره اللي هم خدام الامام الحسين عليه السلام، وفضل الله سبحانه وتعالى اولا، وفضل الامام الحسين عليه السلام. الله يحفظك، الله يعزك. هذا الشارع ما قلت يا سنه شوي صار، هذا الشارع قبل تقريبا اربع سنوات او خمسه، اربع سنوات اللي صار بهيك شيء، يعني هذا الخدم اللي يعتبر لا لا ما مثل، لا 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 ما مثل حركه السياره، يعني سيارات هي ماشيه وحركه السير الزائرين الكرام بهذا الخدم ما مثل. نعم الله يحفظك. شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ خدماتنا تبدي يعني من وجبه الفطور الصباحيه، يعني عندها تقريبا اربع وجبات او خمسه وجبة فطور، زائدا يعني الغداء، وجبة الغداء لحد ما انه وجبة العشاء، وتستمر الوجبات يعني مستمرة ما عندنا انقطاع. الله يحفظك. موفقين ان شاء الله مجرين. يا بابا يسعدك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. رحم الله والديك، الله يستر عليك. الله يحفظك حبيبي. حتى نشوف الجماعة بعدين. ابو من؟ ابو سيف. ابو سيف. ابو سيف. ايش صار لك تقريبا؟ والله خدم تاسيس الموكب لحد الان، يعني 2004 لحد الان، لحد الان خادم موكب احباب الحسين ان شاء الله. خدمه واصله رحم الله والديك. بالعاده المواكب اول ما بدات متواضعه، بعدين ببركات الامام الحسين تبدا شوي شوي تكبر توسع الوضعيه، صح لو مو صح؟ صحيح. بدايتكم شلون كانت سابقا؟ والله اول ما بدينا احنا هنا كمنطقه المعارف ما عندنا هذا من مكان فلان ولا من مكان فلان، كل احنا واحد، وبدينا في هذا الموكب على حب الامام الحسين، والحمد لله والشكر. تشوف الموكب شلون صار رحمه الله. كم يوم تستمرون بالخدمه؟ نخدم من يوم 12 لحد يوم 9. هسه اليوم اعداد الزائرين اكثر من البارحه؟ اعداد الزائرين يوم يوم عن يوم يزيد لحد يوم 18. اليوم بغداد كلهم طلعوا؟ لا لا، بغداد بعد ما طلع، يعني اليوم اهل دياله يجون، اكثر شيء زوار من ايران قادمين من المحافظات الباقيه، بغداد يطلعون بعد يومين. هسه لو ردت اتحدث هذا الطريق، يا محافظه تفوت عليه، يا دول يفوتون عليه من الزائر. هاي دوله من الدول، لبنان، ايران، تجيك من سلطنه عمان، بعد من البحرين، على من مطار بغداد تجون الى هذا الطريق. يعني ماكو زائرين من باقي البلدان اللي موجودين اللي وافدين لزيارة الأربعين يكررون زيارتهم كل سنة يمرون عليكم؟ اكو زوار كل سنة، واكو زوار كل ثلاث سنوات يمرون، كل سنتين و يمرون عليكم، يمرون منا ومتعلمين على هذا الموكب. زين ابو سيف، هذه التجربة الشخصية صارت وياك وبأثناء الخدمة، او طلبت مراد من سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين وحاج انقذت؟ والله الحمد لله والشكر ما طلب الشيء ما انقذت. والله انا اكثر شيء انا عندي سكر،
وانا احمد الله وشكره، انا خدمت الامام الحسين هسه اي شيء اكل السكر ما ماثر عندي، احمد الله وشكره. هاي السنوات ما تاخذ انسولين؟ لا لا الحمد لله ابدا، الحمد لله والشكر. رحم الله والديك يا حبيبي الله يسعدك. الله يعزك حبيبي. كباب علي؟ ها؟ كله تخدم. كنا على الكباب كله خدام يا ابو عبد الله. كنا خدام. كيف صار لكم تحضرون؟ وايد صار لنا. يعني من الصبح بديتوا؟ لا لا هسه بدينا. بالعشاء؟ اي. هذا للعشاء؟ للعشاء ان شاء الله. ان شاء الله خير من الله. يعني ما نوزن. والله ابو عبد الله نسوي. ان شاء الله. ان شاء الله غير من الجميع. اولادك دول الله يخليهم؟ الجميع، هذا وليدي. الله يخليهم. الله يعزك، ما الله والديك. من زمان ويا جماعنا؟ اي من زمان، هذا ابن اخوي. كلهم يخدمون هنا. يجيب ذول الصغار وياهم. نوعيهم على هذا الشيء، على خدمة ابو عبد الله الحسين. على مود هذا الشيء. زين. تجربة شخصية صارت حاجة بس. والله هم وايد يقضون حاجات. وبعد بالبركة أهل البيت. وايد حاجات عندنا مقضية. بجالهم. بجالهم هواي انقضت شغلات. الله يسلمك جميعا. شوف الحجاج هناك اللي يقولون كم متعب. شو اسمه؟ سجاد. سجاد. ابوك شو اسمه؟ عمار. هذا ابوك؟ ايه. هذا اخوك كبير. تعال شو اسمك انت؟ كرار. كرار. قد سنه تخدمون هنا؟ ايه. سنه تخدمون؟ ليش تخدمون؟ لابو عبد الله. عفي عفي. ان شاء الله كم يخدمون نروح للزياره ان شاء الله. كيف تعرف على ابو عبد الله؟ ابو عبد الله يعطيني مرادي. وكل من يطلبه اسويها هي. نجاح؟ ها؟ نجاح تنجح؟ اي انا ناجح. زين بالعكس طلبوا الخدمه. طلبوا مني هيك. شنو مني؟ لا نطلع مشاي. رحت زائر ولا ما رحت؟ لا راح رحت هاي السنه رحت. رحنا هاي السنه ان شاء الله. راح نروح ان شاء الله وبعد ما تكملون الخدمه تروحون ان شاء الله مشاي ان شاء الله ان شاء الله. جاي تسوون؟ تعال نخدم. ايه موجودين دول اليوم؟ ايه موجودين اليوم موجودين؟ لا العصر لليل. العصر لليل؟ ايه الله يوفقك. ملاديك. نعم مشاهدي الكرام مثل ما شفتوا يعني منطقة الدورة حاليا الزوار زوار بغداد وباقي المحافظات اللي متجهة صوب قبلة الأحرار جاي يمرون من الشارع، وبالتالي أيضا اليوم الشارع جاي نشوفه من الجمالية اللي فيه أنه معزول عن الشارع العام بإمكان عفوا حركات السير للعجلات المارة تمر بكل سهولة، وهذا الشارع خاص فقط للزوار ونتمنى سلامة الجميع. حجينا الله يسعدك. الله يسعدك الله يرحمك. قوم لنا شوية إذا ما صير زحمة. قواك الله. روح حيلك الله يسلمك. شلونك؟ شلون صحتك؟ ما تعبان؟ لا لا الحمد لله وشكرا متابعين. احنا خدام الإمام الحسين. هذا موكب أحباب الحسين من منطقة المعارف. نشرف بزوار الامام الحسين، واحنا هالسنه الرابعه والخامسه احنا هنا قدام موكب احباب الحسين، واما هنا موكب سيد ياسر الشريفي وبعض يعني عشائر هواي، بس كلنا الحمد لله والشكر على خدمه الامام الحسين. زين حجينا اذا اردت تعرف انه سنويين تجمعون لو هي لا هو قبل سنويه نجمع سنويه بيناتنا نعطي مثال اي يعني بيناتنا. هذا المكان خاص للمخاف مكان انه خاص بعد ما تنتهي الزياره. ايه خلص الزياره نكمل ننظفها نكملها يبقى الموقف هذا مكانه يعني. تفهمون؟ اي. شو وقت تروحون للزياره؟ الزياره نروح ورا الزياره مباشره ان شاء الله. اي. هذا الشارع بالتحديد قبل زياره الاربعين بش كم يوم يبدا اللود عليه؟ هذا يصير يعني انا اقول لك هسه يصير دود يعني الثلاثاء او الاثنين يصير او هذا يصير عليه زخم قوي. الثلاثاء او الاثنين ثلاثاء قبل الزياره بيوم لو بنفس اليوم؟ لا قبل بيومين يصير زخم قوي، لان اهل بغداد قبل كان قبل يومين يطلعون هسه قام يطلعون يعني هسه ايضا قام يجون الزوار الايرانيين من الاردن من جميع الدول العربيه. اي دول اللي يجون الوافدين من غير دول غير بلدان موجودين هنا يشوفون هذا الكرم يشوفون هاي الشجاعة أنا أعتبرها شجاعة. أنا أقول لك شنو مشاعرهم ردت؟ هم ردهم فعلهم يقولون يعني أكو بعضهم يقولون العراقيين مكرمين يعني يكرمون الضيف وخاصة عندهم بزيارة الإمام الحسين يعني مكرمة لهم الإمام الحسين هنا خدام لهم. إيه. واصل إن شاء الله موفقين إن شاء الله أهلاً. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من منطقة الدورة وأيضاً سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين أنا شخصياً أسميه كبير الكرة الأرضية. مثل ما جاي يشوفون يعني هو اليوم الحدث الأهم على مستوى الأرض، يوم
جاي نشاهد الزائرين يوصل اعدادهم 16 مليون و17 مليون وسنويا هاي الاعداد جاي تتكرر وجاي كل ما سنه عن سنه تزداد وتضاعف. فهذا ندل على شيء، يدل على انه كرم الامام الحسين واخيه بالفضل العباس وبالتالي شجاعه العراقيين وعزوبيتهم مثل ما جاي يشوفوهم. يعني ما شاء الله اليوم المواكب مستعدين الغالي والنفيس يقدمونه لزوار ابي عبد الله الحسين. احنا متواصلين وياكم لكن ناخذ فاصل حتى ننتقل للزائرين الماري. خليكم معنا. سراكم يجد في المسيره وناهيون اصحاب البصيره مع السجاد سار والاميره فقد ظلت بلا حامل عشيره سوى اهل الفداء وزوار السماء سوى اهل الفداء وزوار السماء فدائيون تبدي النحول حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضه الجنان له في الاربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور سراركم بأنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار لقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور سراركم إلى أرض السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من مهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء لفت القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور حتى الظهور
أنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار بقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور إلى أرض السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من مهدوا درب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من منطقة الدورة متواصلين وياكم ببرنامجنا برنامج حسينيون حتى الظهور بالتالي مثل ما تشوفون هاي الحالة خليني اتعرف عليها شلونك حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمة الله نزار جواد كاظم نزار جواد كاظم طيب هاي الحالة رايح زاير لو لا قادم ان شاء الله الله يوفقك بجاه حسين صار لي من سقوط صدام ايه نظام البائد ذاك احنا خدام هذا الوضع ما يمنعك لا ما يمنعني ما يمنع. لا حاشا لله لا يمنعني تجي وتخدم نجي ونخدم ونروح مشي ان شاء الله نروح مشي ان شاء الله باذن الله هاي كل سنه كل سنه كل سنه متعلمين اي متعلمين على هذا الوضع اي واجه الرب الجيل هذا الجديد كله على هذا المرسى انه خط الامام الحسين ودا يشوفونك هيك بعد ان شاء الله ان شاء الله هيك وهذا العزم موجود ومتواصل في خدمه قدوه لعمرك يا عزيزي رب سؤال تفضل زين انت في هذا الوضع اي واضح نعم وضعك يعني حرج جاي تجي تقدم خدمه شنو دافعك على هذا الموضوع دافع هو من اسلافنا من اسلافنا عقيدتنا اي عقيدتنا اللي دفعتنا انه الخدمه من خدمه الخدمه احنا خب ما نبطلها فخذ الله ان شاء الله يجعلنا من الخدام والكرم هو هم اهل الكرم مو احنا هم اهل الكرم تجارة أهل البيت تجارة أي أكيد أكيد إحنا إن شاء الله نربح والله إحنا نتمنى شيعة أمير المؤمنين وكافة الإسلام أنه يعب عليهم بالخير والسلامة والصحة والأمن والأمان ما نحتاج غير بس هاي الدعاء لهم أي والله على الكل يعني فدوى عمرك الله يرضى عليك تعالوا مشاهدي الكرام مثل ما شفتوا هاي الحالة ذن العراقيين هم منبع الكرم منبع الشجاعة مستعدين أنه بأي ظرف بأي وضع يخدمون ويواصلون خدمتهم لزوار أبي عبد الله الحسين وأنا قلتها يوم أمس واليوم راح أحكيها أنه كل التحديات اللي يمر بها البلد كل التحديات اللي ممكن يمر بها الشخص حتى سواء كانت عدة على مستوى الشخصي مشاكل أو على مستوى العمل لكن هذا ما يمنعهم من عزمهم ومن تقديم خدمتهم لزائري أبي عبد الله الحسين بالتالي خلينا نشوف هاي الحلوة في دول الله شلونك شو اسمها الله مريم مريم انت الله رايح زائر لا لا انا موكبنا هنا بدنا نخدم زوار الامام الحسين عليه السلام هاي سنه نخدمهم فتح من 8 صفر ولغايه زيارة ان شاء الله نخدم زوار الامام الحسين عليه السلام الشارع موقفكم ايه هنا اللي قدام شوف الشارع جايبه تخدم له تخدم وياهم هو على شو سوي عاد شو
كل زمان الله يسلمك رحم الله والديك الله يسلمك رحم الله والديك تجربة شخصية صارت لك يعني ويا أهل البيت إنه طلب وتحاجة أمانة الله ورسوله أهل البيت عليهم السلام إيش ما تطلب عندهم ما يقصرون وهاي زوار الإمام الحسين عليه السلام إيش ما تخدم وياهم الله يزيد يزيد أضعاف أضعاف إن شاء الله شلون صارت؟ يعني عندي أخوتي هذا إيش ما تطلب من ذرية الإمام الحسين عليه السلام ما عندهم ذرية زوج إيش ما تطلب من الإمام الحسين السلام يعطيك ذرية إن شاء الله ونجربها إحنا بكل محرم كل هذا نخدم صارت فعلا والله كان اليوم انت والعائله كلكم جايين ونعزي صاحب العصر والزمان والامه الاسلاميه مراجعنا العظام وعلى راسهم السيد علي الحسين السيستاني باستشهاد 40 الامام الحسين عليه السلام واحنا كل سنه هاي موكبنا هنا حاضر واحنا نشرف بكم استشرفونا امانه الله رسول ريوق غدا يا خل ايش تريدون شنو تقدمون والله ريوق بيض سليق وشوربه مخلمه وغدا تمن ومرق ولحم وخير من الله امانه الله رسول ايش ما تخدم خير من الله رسول من الصبح لليل الله يحفظك ما العاده الشراب والرق والبطيخ خير خير من الله هذا زاد ابو عبد الله ما يمنعنا خلاص ابد 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 ما يمنعنا خلاص ما يمنعنا خلاص كل سنه ان شاء الله ويزيد اعداد اعداد ان شاء الله الله يسلمك رحم الله والديك ما يجور رحم الله والديك شلونك حبيب عبد الله معزز شلونك يوسف كيف صار لك ها هاي السنة الثالثة شو تسوي في الموقف نخدم وش اسمه ان شاء الله يعني شنو تشتغل تفرم لا نلم يعني شو اسمه النفايات كل شيء يعني دور ربعك وياك ايه ها شلونك تعال حبيبي شلونك زين الحمد لله شو اخبارك الحمد لله جاي تسوي موقف والله نخدم نزوى ايه انت قادر تخدم شو تسوي مثلا شيش لا مو شيش شنو عملك في الموقف؟ طبب زوار طبب زوار؟ ايه عاشيدك شلون بالله طبب الزوار؟ طبب يلا احنا دور طببنا اياهم يلا جاي كرام متواصلين وياكم ومثل ما تشوفون الصورة زاير الله يسعدك ايه شلونك؟ يسعدك قلبك الله يسعدك بطل الله يقويك والله جايتنا من دياله دياله؟ اي والله من شهربان صارنا اليوم يوم الرابع يوم الرابع؟ اي وين كنتوا؟ شنو الوضع صار وياكم؟ والله والله اول يوم بتنا يمنا بدياله اول يوم بدياله؟ اي ثاني يوم هم ثالث يوم بغداد واليوم يوم الرابع وين وصلت ثالث يوم؟ ثالث يوم بتنا يم البوابه يم البوابه اي اي زوار هواي زوار خير من الله كل سنة تجي؟ اي والله كل سنة هاي السنة مو الزوار طلعت من وقت؟ اي طبعا اي صحيح ويمكن طريق دياله اي اي طريق دياله عدد الزائرين اكثر من العام اي اكثر كل سنة يزيد ان شاء الله ان شاء الله عاد من شوف تدخلون الكربلاء ان شاء الله فد يومين نطب كربلاء اليوم عندكم جدول مثلا اي جدول جدول يوم اي وين نتعب نقعد يعني مو نبات مو مخططين لا لا بعد هسه اليوم ماني هسه اليوم شويه تعبانين وين راح تقعدون بغداد اليوم نشوفنا مو بين زين هم بغداد اي ما فيكم حين توصلون طبعا طبعا صحيح هاي المواكب الموجوده اي ايش خير وبركه من الله انا ولولي جماعتي هذول تعال الله يسعدك حبيبي جواك الله شوفك الله لا 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 مو يا من دياله صار لي يومين يومين عليك السلام ان شاء الله حبيبك موفقين ان شاء الله هذاك يومين يومين انا وجماعتي وجماعتي نعم طريق شلون خير من الله امان تمام فول الحمد لله عادي يرحم تطلعون العصر تتمشون اي طبعا ظهريا نقعد ننام بالمواكب اي المواكب نايمين بردات كمفيرات اكيد فول خدمات فول 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 كل شيء فول الزوار اللي شفتوهم مختلفين اي موجودين كوريين صينيين ايرانيين الاكثر ايران الاكثر ايرانيين اي باكستان اي بس الاكثر ايران عندك من نفس الطريق اي من نفس الطريق مرتضى مرتضى شيء التجربه الشخصيه والله بعد هاي اول سنه جاء اي اي سلمى ان شاء الله قوام عليها ان شاء الله هنا اي ان شاء الله نعطيكم راد سلمى شلونك حبيبي سلام الله الله الحمد لله غازي 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 طالع من دياله من دياله يصلك والله بالاربعة طلعت الفجر اي مشي جيت؟ اي والله جينا مشي. اي. لازم موقف. لا والله. شلون الطريق؟ والله زين.
وياي ولد عمي. اي هاي ثاني سنه جاني. هاي السنه الثانيه. اي الثانيه هاي. اي والله شي ثلاث ايام يومين. اي الله يسلمك حبيبي. شلونك حبيب حبيبي العزيز؟ شلونك؟ قو حيلك. شو الامور؟ الله يحفظك. الله يديمك. لا والله خادم هنا. والله شعور الخدمه شنو اللي ببالك تريده موجود. لا والله لا والله لا جابر ولا هاي خدمات فول السنه، يعني اعتبار السنه احسن من سنه. الخدمات السنه خير من الله. خدمات كباب، تكه معلاق، مشاوي، دجاج، قصب الليل، خدمات ل 24 ساعه الصبح، جيمر، عرب، بيض، سلك، شوربه، شنو اللي تريده ببالك موجود. خدمات مستمره. وانت اسال الزاير هذا المستطرق، اساله اي زاير. خدمات فول السنه والله احسن من كل سنه. بعد شعور الخدمه وانت تقدم شنو الشعور؟ اكو صوت يصير جاح برا زاير، يعني شنو اللي ببالك موجود. شنو اللي ببالك موجود. خدمات فول يعني ايش ما تتوقع خير من الله. سنه موكب مولى المقدس ذا، مولى المقدس ذا. يا سنه تاسس؟ تاسس ب 2005. 2005 مستمرين. مستمرين كل سنه، وسنه احسن من سنه. الخدمات بعد حبيبي الغالي. والله اليوم لحم طبخ طليان غوزي. لا لا مو كباب، فطح مو عيني. والله تمن وتشريب. لا بعدنا ما صابين زين. هم متفقين على السفرة هاي السنة؟ يعني كل سنة تصير سفرة. كل سنة. اي كل سنة من كربلاء. شوف وين توصل. اي كل سنة كل سنة. طيب بيناتكم كأهل مواكب انتم؟ اي لا اهل المواكب لا، بس احنا بيناتنا في موكب جماعية صار بيناتنا اكو. اي موجود هذا الشيء. زوار بغداد اليوم هواي طبعا. اي هواي زوار. والبارحة يعني اليوم ازيد من البارحة. والله الحركه من العصر على من الصبح حركه، الظهر تغلى الجو حار، ناس ما تطلع يعني توقف. وبالليل الحركه ازيد من الصبح تصير لحد 3 الصبح توقف. تبدا من الاربعة للعشرة الصبح هم توقف الحركه. اي كل ما يبرد الجو تطلع الزوارين، الجو حار حبيبي الغالي. الله يعوض. يعني كهرباء، المي، المجاري ما موفره كله، مرتبين مجاري. شو تريد؟ كهرباء مستمره 24 ساعه. انا من المحطه هاي مال الجوادين. تعاون عز الله مهم وكلش قوي تعاونهم حبيبي. الله يحفظك. الله يديمك. جواك الله حبيبي. الله يحفظك. والله بغداد النهروان. النهروان شلونك طالع؟ طالع اليوم الظهر. يوم الظهر ما شاء الله. انت نام انت؟ طالع اخواني ولد عمي. بس ولد؟ ايه. هذا ابنك الله يخليك. لا لا. صريخ؟ خير من يم الله. نعمه. والجو؟ والله جو زين، بس احنا ما يهمنا لا حر ولا برد. راح اللي عبد الله. اي والله. هاي يا سنه جايكم؟ والله وين من 2008 لحد الان. بديت من 8. من 2008 لحد الان مشي. اي والله. كيف كان مشي؟ على حب الحسين. على حب الحسين. اي والله. وعقيده فلان. كلش. غاف غافين. اي والله. تجربه شخصيه صارت بينك وبين سيد ابو طلبنا وطالنا الحمد. خير من يم الله. والله. والله اخوي اندعم وخير من الله رجع كما كان. اي شو سوينا عمليه وخير طلعنا من عبد الله ورجع نعمه خير من الله. وزع راح واخذ اليد وراح كربلاء مشاي. اي والله اسم كربلاء. خير من يم الله رجع كما كان. نعم خدمه مواكب وخدمه خير من يم الله. مواكب وسنه نعمه خير من الله. الله وديك. السلام عليكم شباب. السلام عيني عيني كل الهلا عيني. نجاله نجاله الخالص. والله صارنا يومين نمشي على الله والبيت. والله رايحين تعب. والله ما تعبانين وانا يتم التعب. والله العظيم دق قبل دق دق. شو وقت ناوي تدخلون؟ ها؟ شو وقت ناوي تدخلون؟ بعد يومين يجوز الطوب. يومين؟ ايه لان يومين حيجي اربع ايام الحين احسبها ديالة. اربع ايام الطوب اللي اسمه كربلاء. حيل الله. الحمد لله وشكر ما طول مواكب ماي عبد الله موجوده لا جوع ولا عطش. رحم الله والديك. عيني عيني. طريق السلام. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اليوم حتى الزائرين اللي وافدين من دياله وباقي المحافظات مثل ما جاي تشوفوهم يعني وعن لسانهم انه الخدمه جيده، المواكب ما مقصره وياهم، وبالتالي لا يهمهم لا برد لا حر لا تعب. عازمين وعقيدتهم تجبرهم او هم مؤمنين بهذا الموضوع، يحيون ذكرى اربعينيه سيدي ومولاه
ابو عبد الله، شلون؟ الحسين ما يحمل تعب. تعالي عافية سمعني اياها. ما يحمل تعب. لازم توصل. لازم. يلا موفقين ان شاء الله، مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، لكن ناخذ فاصل وراجع لكم. وكل التحية والشكر للزميل علاوي احمد في جنوب بغداد، ما زال كادر قناة الايام الفضائية متوزع بكل طاقته وبكل قوته بين المدن والمحافظات العراقية التي تستقبل زوار ابا عبد الله الحسين. اما جزء كادرنا هو موجود في طريق لبيك يا حسين من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة بمنطقة اقرب الى النجف الاشرف. مثل ما تشاهدون خلف احبة المشاهدين اعداد الزائرين بتزايد مستمر قبل تقريبا 6 أو 7 ايام من الزيارة الفعلية او يوم الاربعين او ليلة الاربعين. طبعا احبة المشاهدين مثل ما عودناكم في تغطياتنا المستمرة انه راح نستمر بنقل رسائل من خدام الامام الحسين في المواكب المنتشرة على جانب الطريق، وايضا راح نلتقي مع الزائرين القاصدين كربلاء المقدسة وقبلة الاحرار والثوار. خلي نتجول في القليل من هذه الاماكن يعني حسب اليوم القدرة الفنية، ونلتقي مع الاخوة اللي موجودين. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلونك؟ اهلا وسهلا. من وين؟ من البصرة. البصرة، الله يسهل. انا شفت التعب مالكم قلت من البصرة. شلونك؟ والله بخير ونعمة. من وين؟ من البصرة. انا من الطويسة. من الطويسة. رجيت مشي؟ والله انا مشيت من البطحة. مشيت من البطحة لان انا كنت ماشي. يعني من ذيقار. من البطحة ذيقار. نعم. كم يوم صار لك يلا وصلت هاي النقطة؟ اليوم السابع. نعم. شو عجب اليوم من وقت جاي؟ اليوم من وقت مو بتنا بالقريب الامام علي سلام. هو ما بيك شي تشوفك تشرب قاعد دوا؟ لا انا مطقق بس الحمد لله لابا عبد الله كل شيء هون. الله يخليك. والله الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. وياه؟ اخوتي؟ لا بخاطر. يا هم اخوك. الله يخليك. حمد الله واديك. طبعا ايضا نفس المنطقة تساكنين؟ نعم. لا انا بالزيتون. بالزيتون فرق مسافة. يعني بس كلها بصرة. اي كلها بصرة. هم جيت على نفس الطريقة. انا من البصرة جيت. الله يخليك. شو قاعد تشرب دوية ها؟ الحمد لله والشكر كل شيء ما بينا الحمد لله. العافية من رب العالمين. تساعد خطية تحت طبعا وياه ما عوفه. ايه اقوى منك اكلش. اي والله هو 12 يوم مشى من البصرة. اليوم ال 12 رايح من الناس. اي بس انا جيت ماشي يومين. وياكم او يعني. من اخوك؟ من البصرة. شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ شلون الزيارة؟ شلون الخدمة؟ لا بخير الله يخليك. يلا يعني الحمد لله. الله يخليك. ممنون منك حبيبي. الله يخليك. طبعا حبيبي احبة المشاهدين اكثر الزائرين يتعرضون بعض الامور في اقدامهم حتى ممكن هبوط سكر وغيرها، ولكن شكرا لكل الوحدات الطبية المتواجدة على جانبي الطريق من تقدم اسعافات اولية. شاهدنا امس بام عيوننا انه احد النساء كان سكرها جدا صاعد وطلب ذهابها الى المستشفى العام في النجف الاشرف. اجت سياره خاصه من النجف الاشرف الى المستوصف هذا القريب من عندنا ونقلتها الى المستشفى والحمد لله بصحه وعافيه وخير. طبعا احبه المشاهدين قاعد يسمعون الان اصوات المواكب اللي قاعد حقيقه تسبح اليوم بحب الامام الحسين. السلام عليكم. شلونك حال؟ من وين؟ دندمش الشوك. ايران؟ ايران. الكاميرا. من ايران؟ ايران. وين بايران؟ مشهد. من مشهد. كيف كانت الخدمة للزوار؟ خيل عالية. خيل عالي، همهم جزء عالي ما شاء الله. فراواني. عظم الله لكم الاجر واهلا وسهلا بكم في كربلاء. شي؟ اهلا وسهلا بكم في كربلاء، شكرا جزيلا. خيل الغلوة ان شاء الله. ما شاء الله حتى الاعمار الكبيره مفعمين بالشباب وبالحيويه اليوم كلها من كرامات ابا عبد الله الحسين. ها حجيه يلا مضيعه بنيي. تعالي هنا مضيعتهم صيح باسمهم حجيه. هذا مو مكان مال انه ناخذ على المفقودين. اكو هنا اذاعه خاصه تروحين ذاك الموكب هم راح يذيعون باسم بنتك المفقود. وهالشيء هيك ما بعيد ما هنا ماكو بعيد. الله يخليك.
طبعا احبتي المشاهدين، ممكن اي شخص يعني تعرفون هي زياره مليونيه، وممكن يصير ممكن طفل يتوه اذا وقف على موكب او شيء، اكو هناك اذاعات متنقله تذكر اسماء المفقودين، والحمد لله بسهوله يعني ما شاهدنا حالات انه فقدوا ساعتين ثلاثه، خلال دقائق ويجي الطفل ويعني ويسلموا الناس الخيره. ما شاء الله مثل ما ذكرنا احبتي المشاهدين انه هذا الطريق يميزه خاصة القريب على النجف، انه بيه كثير من يعني متعدد الجنسيات، ما في انه جنسية واحدة متسيدة هذا الطريق. خلي نقلون، شلونك حبيبي؟ هلا. من وين؟ انا من سفان. وين؟ سفان. وين يعني؟ البصرة. يعني البصرة؟ ايه. ما ادري اسمع الصوت هذا كله. الله يساعدك. هلا. شلونك؟ وين رايح؟ رايح للكرم. الله يخليك. ما انت قاعد تساعد اخوك؟ شنو تعال هو تعال شلونك؟ شو اسمك انت؟ حاتم. ايش عندك جاي؟ وين جاي انت؟ وين جاي؟ كربلاء. كربلاء. رايح الكربلاء؟ تحب كربلاء؟ تحب الحسين؟ ايه. الله عاد شنو هاي منين اخذتها؟ من المواكب؟ يلا يحفظك الحسين. مشكوره حجيه، حجيه شلون الخدمه للزوار؟ دائمين ونعم الله عليهم وجزاهم خير وشبعانين وخير من الله، خير من الله. اي والله خير من الله ومرتاحين بالنوم مرتاحين بكل شيء. اي والله. جيتوا مشي منا؟ اي والله من يوم؟ من النجف الكربلاء يعني. اي من النجف. اهلا وسهلا بكم حجيه، الله يخليك، الله يحفظك. ما شاء الله يعني اليوم حتى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كلها قاصده الامام الحسين عليه السلام. ما شاء الله، تعال شلونك؟ الحمد لله. حتى نشوف. يقول لك شلون زرعنا بكل جيل راي، هاي الاجيال راح، هاي الاجيال راح تخدم، هاي الاجيال راح تسوي مواكب، شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. من وين؟ من تل عفور. من الموصل؟ ايه من الموصل. منين اجيتوا بالسياره؟ من وين نزلتوا؟ بالكوسر اجينا، بالنجف. بالنجف مشي، شلون تل عفور؟ الحمد لله. يقول لك كل اهل تل عفور جايين. اي جايين. من وين جايين؟ وين؟ قدام الحسين نحن. عافيه والنعم منك، الله يخليك، الله يحفظك. من الموصل من كل المحافظات، شلونك اخوي؟ الله يسلمك. من وين حبيبي؟ هلا هلا والله هلا. الله يخليك، جاي يدور على واحد. طبعا ما شاء الله من تل عفر مشاركه كبيره جدا في هذه الزياره باعداد كبيره وبمواكب تقدم الخدمات على ضفتي الشارع. وحقيقه يعني كل التحيه لكل القوميات العراقيه اللي مشاركه حقيقه، من الاكراد، التركمان، الشبك، حتى من ديانات اخرى اللي لقينا موكب ولكن بعد تقريبا 4 كيلومتر موكب للايزيديين. يعني فشيء اليوم مثل ما نرجع انه كلمه الامام الحسين او قضيه الامام الحسين عفوا هي قضيه لكل الانسانيه. قضيه جاء مستمرين وياكم احبتي المشاهدين بتغطيه احداث الزياره الاربعينيه. الان وصلنا الى اذان المغرب، الان دخلنا الى وقت الغروب. طبعا احبتي المشاهدين احد الامور اللي ممكن لفتت انتباهي يعني هناك بعض الشباب يقدمون خدمه من نوعيه اخرى، مو مثل الخدمه اللي نعرفها كطعام وشراب وتقديم الخدمات في المنام وغيرها من هذا الامور. الخدمه اللي قاعد نشاهدها هذه المره انه بعض الشباب حاملين بعض الكاميرات. اليوم هاي خدمه مختلفه. خدمة مختلفة. أنت من وين بالبداية؟ من العمارة لحد كربلاء. أنت من العمارة، وين من العمارة؟ عمارة أبو رمان. يعني المدينة نفسها؟ نفس العمارة. إيه خلي يشاهدوا. شنو موضوع الكاميرات وهذا؟ موضوع الكاميرا يعني آخذ لقطة زينة للمزار أصوره، هاي بريد الصورة مالته، أكو قناة على التلي توصل له، وأكو توصل له على التلي. شريد من التواصل اوصل له الصوره انا بخدمتهم. يعني توصل لهم كله مجانا وخدمه الايران، اي منطقه، اي شيء موصل لهم الصوره. نعم، هاي مستمر حتستمر لحد الاربعين؟ مستمر يعني صدق صار يومين ما نايم. لا والله. والله. عاد صورك حلوه لا؟ لا كلش حلوه، وراك يعني. اي عاد نشوف ورا اللقاء. من يساعدك وياك؟ والله وحيد. واحد هذا الرجال سخطي صار له ساعه وياك. انا معذب ليش؟ انا معذب الله يخليك. تقريبا كم صوره اخذت من اليوم الصبح الى الان تقريبا؟ اليوم عدد معين؟ اي عندي عدد معين. 554 صوره. 504، هاي فكره جديده كخدمه انه تقدم صور للزائر تكون ذكرى. يدللون. نعم، وخاصه اللي جايين من خارج العراق.
هذول على راسي الله يخليك. يعني ايران وغير ايران البلد لا اخدمهم يعني خدمه شكرا من اجل الامام الحسين. شاكيد هذا الله يخليك. شكرا جزيلا قادم حبيبي الله يحفظك. حلو الافكار الشبابيه ايضا داخله بموضوعه الزياره الاربعينيه وتقديم خدمات اخرى. احد الخدمات اللي نقدر نقول بنوعيه اخرى مو الخدمات المعتاده كطعام وشراب وغيره من هذه الامور هو توفير خدمه الواي فاي. كل التحيه والشكر الى هيئه الحج الشعبي التي وفرت خدمه الواي فاي الانترنت مجانيه على طول طريق زوار اربعينيه الامام الحسين برقم سري وهو 8 أصفار. يدخل لك طبيعه انترنت مجاني باسم الانترنت المجاني للحشد. كل الشكر الى هيئه الحج الشعبي لتوفير خدمات صحيه وايضا خدمات اخرى. خلي ندخل الى ايضا نتجول نعم نتجول ايضا بين الاخوه بعض الزائرين الان البعض منهم ذهب الى صلاه المغرب. خلي نتجول باسرع وقت. ايضا اكو بعض المواكب المميزه اللي راح ايضا راح نتكلم عنها. يعني اذا اخونا احمد المصور ياخذ لقطه الى الاعلام المتواجده بهذا الموكب يعني خلي نشاهد هذا الموكب. ارجع 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 اعطوه مجال اعطوه مجال بالبي ان سي شباب لازم تشوفوا. نعم يعني اذا احمد رجعنا احبه المشاهدين مستمرين بهذا التغطية. احمد اذا تقدر لقطه على الاعلام المتواجده متواجده بهذا الموكب. هاي يعني الجنسيات اللي زارت هذا الموكب اذا ابدي لكم حسب اللي اعرفهم انه فرنسا كندا الهند العراق استراليا اذربيجان لبنان السودان او فلسطين الامارات الصين السعوديه سوريا البحرين الكونغو الديمقراطية باكستان النمسا إيران والعلم الأخير جنوب أفريقيا. أكو علم ما عرفت الصراحة. فما شاء الله أنه هذا الموكب مثل فكرة الفنادق المشهورة والمعروفة أنه أي زائر من أي جنسية يعلقوه له علم يمثل جنسيته. إذا أكو أحد يتكلم عربي نتمنى أحد يتكلم عربي تفضل. خلينا نعرف اليوم شنو فكرة هذا الموكب. أحد الأخوة الآن أحد أخواتنا الآن قاعد يتحضرون إلى هذا اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك أختي؟ الحمد لله. عفو الله لكم الأجر وأجوركم. أهلا وسهلا. بالبداية عرفينا على هذا الموكب وفكرة هذا الموكب. هذا الموكب يقول لي الأربعين مقدمة لظهور المنجي. نعم. وإحنا نندعي على ظهور المنجي إن شاء الله. عندنا 3 بروشورات الأربعينية الإمام الحسين للدعاء. نعم. لظهور الإمام المهدي هذا. نعرف الإمام. ممتاز ما شاء الله. هذا تعريف عن الإمام المهدي. عن الإمام المهدي والدعاء للظهور. بعدين المعزي الحقيقي يعني شنو؟ يعني إحنا إجينا مشاية شنو هدفنا أنه نجي نمشي؟ هل هي بس العزاء البتشي كافي أو لا؟ يعني غير شيء هم أكو يحتاج هذا هم موضحة أكثر. نعم. وبعدين بشارات الأربعينية عندنا بشائر يعني الأربعينية شنو من بشارات عندهم فهنا الأستاذ يجي يوضحه ويعلم. بشارات الأربعينية يعني موكبكم تغذية روحية وفكرية. نعم. أكثر من التغذية الجسدية وغيرها. نعم. نعم نعم. كيف شاهدتوا إقبال الزائرين على موكب؟ الحمد لله زين. يعني أعدادهم جيدة؟ يعني زين الحمد لله. ممتاز. رأيك بهذه السنة من موضوع نوعية الخدمات التي تقدم من المواكب للزائرين هل بدرجة ممتازة؟ عظيمة. اللسان يعني قاصر عن الشعور اللي موجود التعبير قاصر. نعم. والضيوف اللي يضيفون العراقية اللي يضيفون يعني فالشيء جدا جيد. نعم. هذه بأي لغة؟ عندنا لغة عربية إنجليزية ألمانية فرنسية إنها لغات متعددة وذول اللي قاعدين كل واحد هو يعرف لغة. يعرف لغة. نعم. يعني مثل الأخ شو يعرف أي لغة؟ آذري يعني تركي يعرف. تركي. والأخت؟ أردو تعرف. أنت عربي؟ أنا عربي فرنسي. عندنا إنجليزي هم عندنا كم لغة عندنا هنا اللغات. ما شاء الله عددة. ما شاء الله شكرا جزيلا. الله يسلمكم رحم الله والديكم عظم الله أجوركم أهلا وسهلا. طبعا أحبة المشاهدين يعني صح اليوم ممكن تغطياتنا الإعلامية بكافة
من كافة القنوات الفضائية تتكلم على موضوع الكرم الكبير. أكيد هذا الشيء مهم اليوم، أحد أعمدة الزيارة وهي الثوابات باسم الإمام الحسين عليه السلام ولوجه الله سبحانه وتعالى. وما شاء الله طعام بمختلف يعني درجة أولى بين ما نقول المنام وغيرها من هذه الأمور، ولكن إحنا يعني ما أريد أنا أكون اليوم مفكر أو أعطي نصيحة، لا بالعكس، أنا اليوم حالي حال هؤلاء الزوار كلهم، ولكن التغذية الفكرية الروحية بعض المواكب قدمتها. يعني اليوم المعزة الحقيقي للأسف تشوف مثل بعض القلة القليلة تصرفاته ممكن تكون سيئة لا تناسب اليوم ذكرى زيارة الأربعين. هذا كثير بي من النصائح للزائر، مثلا الدعاء، مثلا بشارات الأربعين التي تبشر بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ويا رب إن شاء الله العجل إلى قائم آل محمد. فاليوم شيء جميل جدا، خلوا لي إياها شباب يومكم بعدين حتى نستخدمها. شونك؟ تأخرت عليك أنا آسف. شونك؟ شو اسمك أنت؟ علي. علي؟ الله، أنا أبوي اسمع علي وابني اسمع علي. صحتك شلونها؟ زين. أنت من وين؟ وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ شنو مسيدك وين؟ وين جاي أنت؟ شو اسمها؟ عندك جاي؟ شلون؟ على الإمام الحسين؟ صادق. صادق من وين بيته؟ اكو واحد من عند البيت، وين بيته؟ اه بالانصار. اها بالانصار. وين جاي انت؟ شدك ورا. رايح الكربلاء. ليش؟ ليش رايح الكربلاء؟ ايه الحسين. قول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. مشكور حبيبي، رب يحفظكم ان شاء الله. مثل ما قلنا يعني اليوم التعليم ما شاء الله، اقسم بالله انه الزيارة اغلبها اقل من 15 سنة. مهما حاولوا كثير من للأسف قنوات فتنة أو أفكار سيئة تحرف اليوم وتحول الشعب العراقي من شعب حسين إلى شعب آخر وهوية أخرى صعبة جدا. يعني تقريبا 60% من الزائرين هم دون 15 عام، فهذا شيء إيجابي جدا، ومستقبلا يعني راح نشوف زيارات قد تصل إلى 50 أو 60 مليون إن شاء الله. أحبة المشاهدين راح أترككم مع هذه اللقطات المباشرة للزائرين وراح نعود لكم بعد انتهاء اذان المغرب. كل الشكر للزميل فلاح القرعاوي اللي يغطي ايضا احداث الزياره الاربعينيه. طبعا احبت المشاهدين الان انا في امام او امام احد اكبر المواكب الاربعينيه وهو موكب الامام الرضا عليه السلام اللي يعتبر اكبر موكب في طريق نجف كربلاء ورابع أكبر موكب يشارك بالزيارة الأربعينية. طبعا أكثر الخدام بهذا الموكب هو من الأخوة الإيرانيين وتقديم الخدمات لجميع الزوار بمختلف الجنسيات. السلام عليكم. إيراني. إيران؟ من وين من إيران؟ ها؟ من وين؟ قاذفين قاذفين. إيران. قاذفين. كلكم إيرانيين. تعال تفضل. شلون هالخدمات؟ عالی عالی حرف نداره، خدا پدر مادر همشون رو بیامرزه، دم همشون گرم، دستشون درد نکنه، به همه زائرای ایرانی خدمت میکنن، هر چی خدا بخواد بهشون بده، حتی از ایرانی هم بیشتر خدمت میکنن، کارشون درسته، همشون تک تکشون من دستشون رو بوس میکنم، همه احترام گذاشتن، این همه اینجا نظافت تمیزی، همه دوباره ایرانی همه ازشون راضین، عین برادر واقعی با آدم بودن، ما نوکرشون هم هستیم. عارف نادر طبعا احبت المشاهدين من خلال ترجمه المخرج احمد سلام انه يقول كل الشكر والتحيه لكل خدام الامام الحسين اللي دي يقدمون خدمات كبيره جدا، ونحن كزائرين ايرانيين نشكر تلك الخدمات ايضا. شكر المجاميع اللي قاعده تنظف طريق الزائرين وهذا الشيء كبير جدا. يا رب اي دعوه لخدام الامام الحسين تتحقق باسرع وقت حسب كلامه. طبعا احب المشاهدين نرجع الى الزميل والاستاذ فلاح القرعاوي. شكرا زميلي وعفي في يعني ظفر، احنا مستمرين وياكم في تغطيتنا المباشره لفضائيه الايام ومن خلال هذه الايام التي مرت علينا بمسيرتها المليونيه الظافره على كافه الطرق،
وكانت قناة الأيام مستمرة بهذه التغطية. اليوم احنا في هذا المكان بعد ما كنا يوم أمس على مشارف النجف الأشرف، انتقلنا اليوم إلى منطقة الكفل. هذه المنطقة تمتد من مشارف النجف الأشرف إلى مشارف منطقة الحيدرية، منطقة واسعة. هذه المنطقة هي نقطة التقاء القادمين من طريق الحلة، ونقطة التقاء للقادمين من محافظة النجف الأشرف باتجاه كربلاء المقدسة، أي أن السائرين على هذا الطريق هم الذين يسيرون من المناطق الجنوبية، البصرة، العمارة، الناصرية والديوانية، كل هذه المناطق الجنوبية يسيرون على هذا الطريق من النجف الأشرف باتجاه كربلاء المقدسة، كنتيجة بأن هذا المكان يبعد عن النجف الأشرف قرابة 30 كيلو، أي أن المسافة المتبقية من هذا المكان إلى كربلاء المقدسة قرابة 48 كيلو. هكذا هي نستطيع أن نقول بواقع القياسات. أما بواقع المسافات الروحية بين الزائر والحبيب والمحبوب فهذا عشق لا ينتهي وفناء قد تضمنه الروح مع الروح والجسد مع الجسد. فجسد الحسين عليه السلام الذي وارى التراب مضمخا بدمائه الطاهرة مقطع الأوصال قبل 1400 سنة، ترى اليوم الحب والهيام والفداء في نفوس العشاق وهم يتجهون نحو كعبة الأحرار كربلاء المقدسة. لهذا اليوم الإحصائية كما وصلتني قرابة 100 طائرة، يعني يوم أمس 91 طائرة هبطت في مطار نجف الأشرف الدولي، هذا اليوم قرابة 100 طائرة هبطت على محط مدرج مطار نجف الأشرف الدولي من مختلف البلدان العربية الإسلامية وكذلك الأوروبية الأمريكية. هذه الطائرات تحمل على متنها الزائرين المحبين الموالين لسيد يوم لاي أبي الضيم الحسين عليه السلام وفدوا من مختلف بلدان العالم لتقديم العزاء. النجف الأشرف استقبلت هذه الأعداد آلاف المسافرين جوا وملايين السائرين على الأقدام وفدوا إلى النجف الأشرف من خلال مفترقات الطرق، الطرق الميسمية، الطرق الرئيسية، الطرق الفرعية، الطرق. وإحنا طبعا مع ذلك إحنا نلتقي بزائرين. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. وجهك للكاميرا وسولف لي شلونكم وشلون الخدمة عندكم. الخدمة مستمرة صار لنا حوالي 5 أيام، كل الطعام ونرحب بالزوار وبيوتنا مواكبنا وحسينياتنا كلها بخدمتهم. إحنا واقفين على حيننا ومستعدين، صار لنا شهر مستعدين لهالزيارة الكبيرة ما شاء الله. ايه نحمد الله ونشكره على هالزوار هاي والناس والعالم، فكل المواد متوفرة، الشيء اللي بنفسه الزائر موجود. هو احنا نتحدث حديثنا واضح المعالم، بلي عندنا ما نقول بأن العراق هو سفرة حسينية. والنعم والنعم من سيدنا ومولانا سيد الشهداء أبا الحسين عليه السلام. طبعا قبل الزيارة انتم كأنما تجوها بلهفة، بلي والأيام بدأت راح تنقضي، بلي شلون قلبكم ولوعتكم؟ والله ودنا نبقى فد شهر بعد نخدم هالزوار هذه ويدوسون على رقابنا ويمشون للحسين، وكل احنا بخدمتهم. توفيق لكم الإعلام أستاذ فلاح، يعطيك الصحة والعافية ويعود عليك إن شاء الله. تاج راسي أشكرك. إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. تعجم هنا يا حبيبي، تعجم يا حبيبي. من أي محافظة جاي؟ من النجف. من النجف. شو تطلعت؟ والله دول هم غريب إن شاء الله. يعني قريبين. أي. أيضا تخدمون وأيضا تشاركون الزيارة. نعم. موفقين إن شاء الله. نعم. كل التوفيق إن شاء الله. خير بشك الزيارة إن شاء الله. من الله وجودكم وجود الخير إن شاء الله. خير من الله. خير. عسى الله يحفظكم. موفقين إن شاء الله. إيراني. طبعاً مشاهدين كرام إحنا نحاول نأخذ أكثر عدد من الزائرين على هذا الطريق، كل من يتحدث بما يملأ قلبه من حب وعشق وهيام لإمامنا ومعشوقنا الحسين سلام الله عليه. وهكذا ترون بأن الجميع يحب يشارك والجميع يحب أن يكون مشاركاً في هذه التغطية. نعم طبعاً بعد أن قدمنا فالشيء موجز على هذا الطريق، أنتقل إلى زميلي ظفر وهو يقف في جانب آخر لنقل مراسيم هذه الزيارة. كل الشكر للزميل فلاح القرحاوي. طبعاً ما زالت الأعداد الزائرين كبيرة جداً والحقيقة العدد في تزايد مستمر. نحن الآن نتقرب بالزمان شيئاً فشيئاً إلى موعد الزيارة الأربعينية أو ليلة الزيارة الأربعينية، والأعداد كبيرة جداً. حقيقة التعب كبير جداً ومضاعف على خدام
الامام الحسين والخدام اللي موجودين في المواكب الحسينيه، ولكن كل ما نسال احد المواكب بالعكس فرحين بازدياد العدد ويريدون اعداد مضاعفه اكبر. من وين انت؟ انا من النجف. من النجف، يعني جيت مشايل وقاعد تخدم؟ لا جاي اخدم. عندنا وين موكبكم؟ عامل 262. شنو الخدمات اللي تقدموها موكبكم؟ تمن وقيمة، تمن ومرق وتمن ماي شاي. تكون مبيت لو لا؟ ايه ناخذ مبيت للزوار للبيت. شو كنت تنطلق للزيارة تروح الى كربلاء؟ آخر يومين. آخر يومين؟ يعني تنتظر ان تخلص خدمتك للزوار؟ ايه واروح آخر يومين ازور الولد. ربي يحفظك ان شاء الله. رحم الله والديك. خادم على خليك. من وين؟ وزيران ومذيم. ايران ايران. ايوه مشهدكم؟ ايران خوب خوب. بقوم. جيت مشي او سيارة؟ بالي خوب خوب. اها اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. الله يخليكم. الله يحفظكم. حبيبي تفضل. الله يخليكم. طبعا احبت المشاهدين مثل ما تشاهدون الان يعني ذروة قدوم الزائرين يكونون في وقتين. اما وقت صباح صلاة المغرب بسبب اليوم تكون الحرارة اخف واقل، وايضا في ساعات الصباح الاولى من الساعة الفجر من الساعة بالخمسة ساعة بالخمسة الفجر تبدي أيضا حشود الزائرين بالتنقل إلى كربلاء المقدسة بسبب اليوم لطافة الأجواء بعض الشيء، وهذه انتقالة إلى العاصمة بغداد وبالتحديد جنوب العاصمة إلى الزميل علاوي أحمد. عراق المجد روضة الجنان ظفر. هذه عودة مشاهدينا الكرام مرة أخرى من منطقة الدورة وبالتحديد الشارع الزوار اللي مؤدي إلى صوب كربلاء الأحرار. حجينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكواك الله. جو حيلك. صدام كيفكم إن شاء الله؟ الحمد لله. فيكم الخير والبركة. الله يخليك طال عمرك. موكب بيرق العباس. بيرق العباس. شنو عن تاريخ الموكب؟ الموكب تأسس بال 2006. زين شلون بدا موكب على على اي موكب؟ بدايته كلها خير بخير، شادر والاثاث مالته وخدامه ذول الموجودين والحمد لله والشكر. موفقين خدام كلهم من اهل بغداد؟ نعم. من اهل المعالف؟ لا لا من اهل ابو تشير. من اهل ابو تشير. زين على مدار هاي السنوات اللي راحت المعروف على انه كل سنه عن سنه تختلف يعني الوضعيه، وضعيه الموكب ببركه الامام الحسين حتى يكبر يعني الاعداد تزداد. اكيد هو كل سنه احنا من حمد الله عندنا زياده طبعا. زين. يعني اول ما بدينا يعني اول هذا الحكي احنا المفروض ما نحكي على القنوات. يعني اول ما بدينا يجوز بثلاث اربع ذبايح، الان احنا قاعدين نوصل 40 45 ذبيحه. ما شاء الله. ايه. ما شاء الله. والحمد لله بركات السيد. لا لا ان شاء الله بالعكس، هي اقول لك انت شو تحط هاي السفره هي ممدوده. ممدوده السفره. ماكو موكب واحد. ايه لا لا اكيد تجاره ربحانه. تجارة هذا سيدي ومولاي الحسين ابو عبد الله عليه السلام، احنا كل احنا خدام وش ما عندنا احنا نبذل بهذا انهن اربع خمس ايام مو؟ فتشوف دائما مهيئين انفسهم الولد واحنا كنا مهيئين انفسنا لهذا اليوم والحمد لله. وش توزعون؟ يوم وزعتوا اليوم شيل اليوم؟ اليوم اليوم الظهر وزعنا تمن ولحم وهذه الصيانة هنا وسع العشاء. هسه مسوين تشريب. تشريب ايه. احنا كل سنه نسوي كباب زين، بس الكباب عندنا به معاناه حقيقه، فشفنا التشريب باقبال البارحه سوينا تشريب له اقبال كلش قوي يعني الناس. اي 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 تشريب كلش عليه اقبال، واحنا نشتغل تشريب وقت العشاء تشريب والظهر تمن ومرق ولحم. الله يوفقك الله يرضى عليك. بغداد كلهم طلعوا لو بعد هاي اليومين؟ لا لا اهل بغداد اهل بغداد بعدهم. لا لا حاسبين حاسبين حسابنا. عندك الزخم باكر وعقبه. باكر وعقبه الزخم اعتبار هذا يومين دخل بالضبط. اي باكر وعقبه لود كلش قوي والحمد لله وشكر، وندعو من الله التوفيق بحق الحبيب محمد. مشايخنا ان شاء الله القبول، والخدام المواكب ان شاء الله القبول. هذه الخدمه الجليله بمصاب سيدي ومولاي الحسين ابو عبد الله عليه السلام، ونشكر قناتكم الموقره لهذه الوقفه المشرفه وجزاكم الله الف خير، واحنا بخدمتكم بخدمه زوار الحسين ابو عبد الله عليه السلام. الله يسلمك ان شاء الله. الله يحفظكم. اللهم ربي يحفظ الجميع، وكل عام ان شاء الله نشوفكم. احنا حقيقه يمكن القناه هي ملتقيه بينا قبل مو اول مره. اي مو اول مره لكم انتم دعم اكيد والله.
انتم موقفكم مشرف بالعكس والله العظيم، وحياكم الله واهلا وسهلا بكم. ابي الله يعزك، الله يحفظك، الله يسلمك، توحلك خير من الله والله. نعمه خير من الله. الحين موجود ماكو مقطع تعب ماكو، اذا تدور على الهمه، الهمه موجوده عند الصغير والكبير. والله انا يم اهلي ما ابي حيل اقوم، وانت جينا هنا شفنا اطبخ وانظف واركض زين والله العظيم. ها خير وبركه، يعني خدمه ابو عبد الله عمي زوار ابو عبد الله خدمتهم تختلف والله العظيم. تنسى مفاصلك وتنسى علمك وتنسى فقرة ظهرك، ماكو وجع ظروف جن يعني مثل ايش؟ يعني ماكو ظروف مثلا تمنع ابدا اي شيء. لو مو امنيه لو مو يعني احنا خصوصا انت من قدام يعني موقفكم قديم، يعني جبناها من كانت الطائفيه أيوة ليعيد ذيك الايام القناص والمفخخات والزوار. شوف هاي كانت المفخخات تطق الله وكلك، انا عبوات ناسفه ولا يم الحكي وابد نشتغل طبيعي. العام يعني هم كانت كورونا جاءت تمام ونشتغل نشتغل طبيعي. يا تارون يعني انت من توقف هنا بطريق ابو الاحرار تنساهم كل ذني، لا عدوى ولا كورونا ولا عبوه ولا كل شيء. الله يحفظكم يا عمي، الله يسر عليكم ان شاء الله. اختم لنا الحكي خير من الله بركه. هاي الخدمه الموجوده كل شيء مستعدين جاهزين احنا كل الامور بركه طال الله هنا. سلام الله عليك. حزم ابو حسين. الله يرضى عليك. والله شوف يعني هاي الزوار الزوار من يشوفها يعني تقول يعني هاي ما يلحق عليها. بس بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل للبيت يعني اكو يعني يصير زياده بالاكل والطعام ويعني ما شاء الله خير من الله. لا 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 خير من الله، الله شاهد. نعمة فضيلة بفضل الله. الصبح شاي وبيض وقهوة وقهوة نوعين قهوة نوعين فخير من الله. لا الحمد لله لا لا ماكو تعب والشباب مرتاحين خدمة أهل البيت مرتاحين الحمد لله. أرد أروح والله أرد أروح عزيزي عزيزي. الله يساعدك سيدي. أنا حسين الله يساعدك الله يساعدك سائر خادم هذا عزيزنا الحسين. افترني على الكاميرا على الكاميرا أبو عبد الله عزيزنا حبيب القلب حبيب القلب الحسين. الحسين ما أقدر أحكي فيه، هو حبيب الله وحبيبنا عزيزنا والحسين ما عندنا غيره، هو أبو عبد الله والله محمد والحسن والحسين ماكو غيرهم بس هم بالأرض. يا ليتنا وياهم والله أنا أبكي يومي عليهم. الحسين عزيز القلب الحسين ماكو مثل الحسين. أنا أبكي على أبو عبد الله يا مظلوم يا أبو عبد الله ما أطلع على ظلمك ما أطلع على ظلمك أبو عبد الله حسين. كنت أنا من طبيل إلى حياة الحسين ماكو غيره والله حبيبي ما شكل لك أنا أريد بس كنت أشوفه. أنا لا راح لي أنا لا راح لي مادة ولا على فلوس ولا على مادة بس رحمة الله أريد أريد الظلم هذا يروح من عندنا. الظلم أريد الظلم أنا عندنا بالعراق ظلم ماكو حق الإنسان. حقوق الإنسان ظالمين أما الحكومة حتى لا يذبحوني. أنا أقول لك تدري يط 100,000 إصاب عائلة هو هسه الكاظم يقبل بيها هو جايف بالجايف هم كلهم حكومة. لا أموتن أموتن ضدهم. احنا اليوم زائري. أنا عدل للفقير أنا أحب الفقير هذا الفقير أحبه. أنا أريد الأطفال ياكلون وهذول شلون يوزعون شلون يوزعون من جابون هذول كلهم يطلبون ايه كلهم والله يدينون من يجيبون هذا المواكب نبي عبد الله الحسين. بس هذا الطبي ليش ما يدي يشتغل ما يعطي حقوقه جناية الظلم هذا هذا الظلم ما نقبل به. يا سمير على احمد من العاصمه الحبيبه بغداد وهذه عوده الى النجف الاشرف حيث منطقه الكفل والتي تبعد قرابه 20 كيلو عن محافظة النجف الأشرف و 48 كيلو عن محافظة كربلاء. المسيرة المليونية الراجلة المنطلقة نحو كعبة الأحرار تتجه على هذا الطريق طريق يا حسين طريق الحرية طريق الكبرياء طريق الشهادة طريق العنفوان. وكما ذكرت قبل قليل بأن أغلب السائرين على هذا الطريق هم من شقين
الشق الأول عبارة عن المحافظات الجنوبية جنوب العراق، جميع محافظات جنوب العراق تمر عبر هذا الطريق، البصرة، الناصرية، السماوة، الديوانية، مرورا بمحافظة النجف الأشرف، الانطلاق نحو كربلاء المقدسة. الشق الثاني عبر مطار النجف الأشرف الدولي. مطار النجف الأشرف الدولي استقبل يعني يوم أمس قرابة 91 رحلة، أما اليوم أكثر من تقريبا 100 رحلة. هذا اليوم معي، سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. الزائر أمام الكاميرا، قواك الله، عافاك الله، صحتك الحمد لله، وراك دعاك الله ان شاء الله. لو الله يقبل، لو الله يقبل، الله يحفظك. والله جاي من مدينه ايران، من الاحواز. من الاحواز، اي نعم. يا هلا ومرحبا، ابو خدمتك وهلا دموعك عزيزي، الله يطول عمرك. اول سنه مشي، ثاني سنه هاي ساكت قد مشي على الطريق. والله الحمد لله مشي نص الساعه بالاربع العصر مشينا احنا وجايين هنا للنجف. ومن النجف من الكوفه مشينا احنا. اي نعم، يعني زرت امير المؤمنين، زرت امير المؤمنين، ورحت المسلمين عقيل. اي نعم، اي ومسلم العقيل هاني ومسلم ابن عقيل والمختار. انطلقتوا الى الحسين عليه السلام. لا الحسين ان شاء الله. شنو السبب بزيارتكم؟ الحب، حب لأئمة الطاهرة، امام الحسين، عباس ابو فاضل، علي سلام الله عليه. هاي زيارة تنتظروها من سنة ما شاء الله. اي ننتظرها والله من زمان، ما اصلا بالحلم ما تصير هاي والله. برايك تشاهد هاي السنة زيارة ما لها مثيل؟ يعني هاي السنة مليونية مليونية مليونية. اي رحمة، السنة مليونية ما اصلا ما تغايس بكل السنين اللي مضت. اي نعم ما تغايس. اهلك اللي بالاهواز يشوفوك صاحب شاشة الايام، شو توجه لهم رسالة على هذا الطريق؟ والله اقول لهم ما شاء الله على حب الحسين، الامة من كل الدنيا هنا فازعة، أهل الأواز، إيران، ألا يقدرون يجون يخليون يشوفون هاي يشاهدون. دعوة، دعوة هاي. إيه نعم، دعوة سيدي. إيه نعم، إيه نعم، دعوة. شلون تشوف اليوم الطريق؟ الطريق كأنما طريق الجنة، طريق الخلود، طريق العنفوان، كبرياء طريق الحسين. طريق الحسين ما يتغايس يعني، شكل لك والله ما رحمة. تصل ان شاء الله بالسلامه ويا من الزور امانه لا تنسانا ان شاء الله. ان شاء الله شرط الحياه ان شاء الله عزيزي. الله يطول عمرك. السلام يا حبيبي. مشاهدي الكرام، شاهدتوا بانه الزائرين الوافدين للنجف الاشرف هو عن اما عن طريق مطارها مثل ما اسفت قبل قليل، واحد الزائرين من الاهواز من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وفد للنجف الاشرف، واتم مراسيم الزياره عند قبر سيد الولاي امير المؤمنين سلام الله عليه، يتجه على هذا الطريق، يسير على طريق الحرية. هذا الطريق طريق كبرياء، طريق عنفوان، وإحنا أيضا نستقبل الزائرين. سلامنا عليكم، شلون الصحة؟ الحمد لله. الأحوال، عينك على الكاميرا، تعال يمي، تعال يمي. شلون عشيت بعدين؟ توت عشيت، شفت السولف في عيتي أنا. وجيت يمي. منين أنت؟ أنا من إيران. من الأهواز. أهالية عبادان أم أصفهان ساكنين. ما شاء الله، ما شاء الله. شلون شفت الزيارة؟ بس السنة هم تمام وهم ازدهام أكثر من هذا كل سنة. كل سنة. كل سنة. وممنونين منكم من عن الزمن. قلبك شلون يرف يمة وحل الحسين عليه السلام. عليه السلام. إحنا نأخذ الخطوات نية أغا إمام الزمان إن شاء الله. عجل فرجه، سلامة الأمة، اتحاد الأمة إن شاء الله. وندعي لكم، وايد زحمة، زحمة وايد تسوون زحمة. زحمة؟ لا يا حبيبي مو زحمة. شوف احنا بالنسبة لنا انتو مسوين فضل علينا، قل لي ليش؟ ليش؟ لولا انتو لما صارت هاي الخدمة، لولا الزائر لما استطاع الخادم ان يقدم خدمته. بوسيديكم، رحم الله عليكم، ان شاء الله اجركم ويا الله ان شاء الله. أجور مجتمعة، ومثل ما تفضلت بأنه ننادي، ننادي اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين بتغطيتنا الخاصة لقناة الأيام الفضائية، ومثل ما بينت لكم الشاهدون خلفي الصورة معبرة لا تحتاج إلى تعليق، وهذه الصورة المعبرة على هذا الطريق وهذا الزحام وهذا الهيام وهذا الحب وهذا العشق، الجميع يتجهون إلى كربلاء المقدسة. وأريد أن أبين أيضا هناك تعاون
بين بلدية مشهد وبلدية نجف الأشرف، حيث هناك تم نشر بعض المركبات الخاصة بالنظافة وعمال النظافة في عموم يعني مركز مدينة نجف الأشرف وعلى الطرقات المؤدية إلى كربلاء المقدسة. هذا التعاون وهذا البروتوكولات هاي جدا ضرورية نتمناها. ممنون. طبعا زميلي ظفر ينتظر وهذه انتقالة إلى ظفر. أحبة المشاهدين، رجعنا وياكم مكملين بتغطيتنا، وكل الشكر والتحية للزميل الأستاذ فلاح القرعاوي. الآن صوت جيد شباب، ممتاز. نريد نعرف اليوم انت مسيرتك جت من النجف الأشرف. نعم، مسيرتي من النجف الأشرف، هو معي وفد مع بعثة الحج والزيارة ومستمرين إلى كربلاء المقدسة. هذا الوفد يعني من الوفد هو متمثل من فريق عمل خدمي للزوار من ضمن المفقودين الناس يعني المواكب. إيرانيين أو عراقيين؟ لا مشترك، عراقيين مع مشتركين عميل. هنا بالنسبة للمسيرة هاي مشترك، تلقى الكويتي موجود وتلقى الإيراني موجود، الحوازي والعراقي. هاي مسيرة الحسين أبا عبد الله الحسين إن شاء الله. نعم، رأيك بتقديم الخدمات؟ الخدمات جدا جيدة، يعني بالرغم أن الكثافة يحس أن كثافة عدد الزوار وبالأخص الإيرانيين نسبة الكثافة هي توصل إلى 80%، بس ما شاء الله كل الخدمات متوفرة من خدمة الحسين تلقى من الفاو إلى جهة كربلاء. يعني كل الشعب العراقي هو شعب كريم، شعب فدائي، شعب مخلص، شعب يحب الحسين، شعب كل زوار يخدم الزوار، كلهم شو متوفرة. رأيك بتقديم الخدمات الحكومية للزائر؟ أيضا مشتركة، العتبة مشتركة موجودة يعني موضوع مثلا وزارة الصحة، وزارة الصحة أيضا لها جهد مشكورة، العتبة الحسينية مشكورة، أصحاب المواكب المتبرعين الشيوخ، يعني احنا شفنا بالموكب حتى فلوس ايضا قاعده تتوزع. نعم. يعني تقييمك ممتازه هذه السنه رغم كثافه الاعداد. من ضمن كثافه الاعداد الخدمات ممتازه جدا جيده، وانتم ايضا لكم التقديم والشكر للاعلام. نعم. اللي خليتوا هاي المسيره الاسلاميه. نعم، طبعا ربي يحفظكم ان شاء الله ويديم عليكم هذه النعمه الكبيره. الآن راح تستمر إلى كربلاء مباشرة؟ مباشرة. نعم، ربي يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك. الله يخليك. أحبة المشاهدين، جميل جدا اليوم يكون كثير حقيقة، يعني حقيقة شكر للكثير من الشباب والكثير من الرجال حتى النساء اللي يعرفون عدد من اللغات شاركوا مع المواكب اليوم، لأن حقيقة الكثير من الزائرين ممكن من خارج العراق اللغة تكون صعبة التفاهم وغيرها، موجودين مرشدين يعرفون اللغات، تقريبا 3 لغات ناس يعرفون إنجليزي، فارسي، لغات أخرى، وهذا الشيء حقيقة عظيم وكل الشكر، وأيضا يعتبر خدمة كبيرة تقدم لزائرين الإمام الحسين. مثل ما تشاهدون الآن الأعداد بدأت تزداد أكثر وأكثر، يعني من جانبي الطريق الآن حقيقة يعني بين من يقول لك بالمثل الشعبي يقول لك ماكو محط رجل، الآن حقيقة إحنا الآن في وسط هذا الشارع في شارع لبيك يا حسين، من الصعوبة الآن الوقوف حقيقة، أغلب الزائرين اللي جايين خاصة من المحافظات الجنوبية الآن بدأوا بالوصول من البصرة، من ديقار، من ميسان، أيضا من المحافظات الأهوازية عبادان والمحمرة وغيرها اللي تقع جنوب غرب إيران، أيضا مستمرة بالمجيء والوصول إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدس. يعني تقريبا إذا وصلوا هنا بعدهم تقريبا يوم ونص أو يومين للوصول إلى كربلاء المقدسة. طبعا اترككم مع هذه اللقطات المباشرة للزيارة الأربعين. أصحاب البصيرة مع السجاد سهر والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء. هذه عودة مشاهدي الكرام بعد أن كنا مع الزميل ظفر، وهذه العودة إن شاء الله تكون ميمونة من خلال هذه الصور التي تشاهدونها عبر فضائية الأيام وما تقدم للمسيرة المليونية، صور رائعة، صور تنقل حقيقة مشاعر ومحبة وولاء لإمام الزمان
وللحسين عليه السلام. معي مجموعة من خدمة المواكب الحسينية على طريق يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شاهدناكم تقدمون الخدمات للزائرين وكأنما خلية نحن موكبكم لا يكل لا يمل، وتوزيع الواجبات وتوزيع العمل، وقسم يسهر بالليل وقسم يقعد بالنهار، وهذا اللي يكون سواد الولاء والمحبة. طبعا طبعا أول أفضل الذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بالنسبة للخدمة الحسينية هذه شرف لنا، خدمة الحسينية شرف لكل خادم حسيني. وبالنسبة لتوزيع المواكب يعني احنا موكبنا باب الحوائج أم البنين، تبدأ الخدمة من الرابعة صباحا إلى الساعة تقب 12 بالليل، يلا تنتهي بعد 12 بالليل، تبقى الحراسات اللي التهيئة للطعام مال الصباح. بالنسبة للأغذية كاملة من ماء من شراب والغذاء أفطور وغداء وعشاء. ذكرت نقطة مهمة أيضا مشاهدي الكريم، احنا هنا مو فقط ننقل يعني ننقل مشاهد الزياره ومعنويات وعشق وحب، ايضا رساله 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 مهمه جدا. يعني الزخم الزائرين يعني يتطلب من عندنا زياده الخدمات النوعيه من الجهات المسؤوله، قله الثلج وقله المياه في هذه المناطق بسبب ازدياد الزائرين، زياره مليونيه، كون يصير عندنا فد تفكير، يكون عندنا يصير ايضا تخطيط لانشاء معامل خاصه لانتاج الثلج. اليوم اصحاب المواكب يعانون بعجلاتهم ينطلقون لمسافات كثيره، يلزم سيره من ساعات من الليل للصباح. أكيد, اكيد بالنسبه لمعاناه الثلج والماء يعني اكيد معاناه غير يعني غير تتوقع فوق الطاقه. يعني احنا بالنسبه للثلج والماء يعني الزائر شو يريد؟ هو الجو حار زين، الكهرباء لا، كهرباء مستمرة، لكن احنا عندنا نقص خدمات هواي. يعني بالنسبة للمياه ننتظرها ساعات إلى أن يعني حتى مرات يصير شجار على الماء، شجار على الماء بين المواكب. إن شاء الله مو شجار وإنما منافسة، منافسة يعني شجار منافسة، يعني هذا الموكب ما عنده ماء نقص، هذا الموكب عنده نقص ماء، فهو من باب الحرص يعني يقول لك أنا. احنا شو نقول؟ نتمنى يكون بين مواكبنا إيثار، يعني موكب يعاون موكب، موكب يساعد موكب. صحيح اكيد طبعا المساعده موجوده 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 المساعده. يعني تدري انت بعض الاحيان نقسم الماء بالنص، ماء بالنص يعني موكب كذا موكب كذا هيك. انتوا بالنسبه لكم طريق الجنه حسن. طريق ابو الاحرار هو يعني هاي الثوره الحسينيه يعني لا انقطاع لها، مستحيل مستحيل، ونبقى خدام نبقى خدام. نعم تعليم هنا ايضا احد الخدام ويحدثني بالنسبة لكم خدمتكم متصلة، مقسمين واجباتكم. نعم مقسم. قسم بالنهار. نعم. شو تقسيم الواجبات؟ مقسمين احنا نتمنى فقط نخدم في هذا الموقف. ما شاء الله. أربعة ينامون الصبح وأربعة بالليل. وبالليل. خدمتنا نوزع الطعام أربع وجبات أو خمسة، والفواكه والماي والثلج يعني والثلج معانات يا الله نوصل يعني حتى بعض الأمرار نبات على معامل الثلج. أي. لا اي عندنا فرن احنا ما صمونا نخبز، يعني قبل اذان الصبح احنا كنا مجهزين الفرن ونخبز، وتقعد عمال الفرن عمال الفرن واحد من غير ذول الثمانيه اللي يخبزون. ايه واحنا من قناتكم هاي ناشد الدوله والجهه المعنيه ان تنشا معامل ثلج على هذا الطريق، هي كلها خدمه 10 ايام، ونناشد الجهه المسؤوله يعني ان تسوي معامل ما ثلج للمواكب ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. تعال يمي تعال يمي صوتك مطبوق. كان شو اقول؟ كان فد مره انا كان شو اقول؟ على راسي. سولف لي بالنسبه لكم انتم كاصحاب مواكب ساعدين بيوتكم وجايبين نسائكم واطفالكم وياكم هنا وعايفين اعمالكم، يعني هاي الجهود هاي صار لنا تقريبا خمس ايام ست ايام عايفين عائلتنا وعايفين حد البيت قافلين احنا كله لابو الحراره بالحسين عليه السلام. طبعا بالمناسبه ذكر نقطه مهمه بالنسبه للعوائل، انت تقول احنا من يوم 9 ومن يوم 8 متهيئين قافلين بيوتنا وجايين بخدمه الحسين، هذا والله شيء معد. يعني احنا وعوائلنا جايين فدائين للحسين، احنا زوار الحمام الحسين، بس عندنا يعني نقص يعني النقص بس يا يوم تعزلون. احنا يوم منعزل يوم 19 لان هناك تختبر الرجوع وراها تروحون كربلاء. طبعا اكيد نروح الكربلاء طبعا اكيد 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 هم زياره يوم تروحون تغسلون لتنسون الدعاء والزياره اللي هناكم دعاء وزياره. موفقين ان شاء الله موفقين. مشاهدي الكرام السلام عليكم. السلام مين؟ للعمارة. ما شاء الله وصلوا اهل العمارة؟ اي والله وصلوا. يا الله صار لكم كم يوم بالطريق؟ والله واحنا جينا سيارات بس من النجف طلعنا نمشي. ماشي
اهل العماره طلعوا قبل اربع ايام كانوا اي طلعوا قبل الاربعين يوم قبل اربع ايام اي يعني ان شاء الله باكر يوصلون ان شاء الله وراي يطلعون لا كربلاء جنة الارض ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لكم اي بس مشاعركم الشباب فيتشنات محبين الامام الحسين تجي من محافظات ومن دول خارجيه احنا نسى شنو هاي المحبه اللي مخليها الله سبحانه وتعالى قلوب الناس للحسين من اعطى لله كل شيء الله يعطيه كل شيء فهذا الحسين يعطي كل شيء لله في اعتيادي انت الشباب اللي بعمركم وانت الكبار وانت الشيوخ وانت الحمد لله وانت ابن الربيع وانت كل شيء فلهذا انت هاي كل شيء لاجل يعلمنا المبادئ الطريق الصحيح الاجيال الحسين في دول قلبك مشاي كرام خدنا اجواء من خلال هذه الرحله الحسينيه على هذا الطريق طريق الحسين طريق الحريه وهذه انتقاله الى الزميل ظفر كل شكر للزميل فلاح القرعاوي الان انا في وسط زائرين من الجمهوريه الاسلاميه في ايران السلام عليكم. السلام عليكم. من وين؟ من إيران. قم مشهد. قم. أهلا قم. تكلم رأيك بالزيارة. إن شاء الله طريق مسير فرج ظهور إمام زمان باشه به زودی زود همه دیدگان چشمان به جمال مهدی فاطمه روشن و منور باشه. الحمدلله به خدامی که اینجا زحمت کشیدن و این همه تدارک دیدن إن شاء الله همشون معجور باشن همشون از آقا مولان إمام زمان إن شاء الله حاجتشون رو بگیرن. شكرا جزيلا. خلال كلام انه هذا الطريق وهذا المشي للامام الحسين هو طريق الانتظار ويعني حسينيون حتى الظهور بين قوس احلام حتى نتكلم ايضا على اليوم الشعار المرفوع حقيقه في اغلب الشوارع المؤديه الى كربلاء المقدسه ويشكر خدام الامام الحسين السلام عليكم السلام عليكم تتكلم عربي فارس لا انا شويه اتكلم بالعربي كيفك اي لغه تعجبك تتكلم رايك بالزياره اتكلم بالفارسی از سوال این پیاده روی که الان انجام شده این بزرگترین نشانه برای وحدت بین عراق و ایرانه و محبت این دوتا کشور رو به هم دیگه نشون میده و انشالله در سالهای آینده با ظهور آقا امام زمان کشورهای دیگه هم وارد این راهپیمایی بشن و وحدت این کشورها بشه زمینه برای ظهور آقا امام زمان نعم شكرا وايضا موضوع اليوم الطريق بي كان سهوله او صعوبه واجهتكم صعوبات او جيد كان سالي قطعا این مسیر یه سختی داره آره یه سختی داره و ما سختی این مسیر رو به جون می‌خریم چرا چون اینجا به نوعی مساواتیه ما اومدیم اینجا مساوات کنیم با مصاحب حضرت زینب و مصاحب کاروان آقا امام حسین و باید این سختی رو به جون بخریم و میخریم و واقعا همه این مردم دارن سختی میکشن و استفاده میکنیم از این فرصتی که برامون پیش اومده شکرا جزیلا خدمتکم الله خلیك الشق الاول من سؤالي له انه الجميل بهذا الطريق اللي تتوحد انه العراقيين والايرانيين والدول الاخرى متوحده من قضيه الامام الحسين وايضا تتوحد تحت راية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف الإمام المهدي وأيضا من اللي يقول أنه الطريق حتى لو كانت به صعوبات نتذكر اليوم صعوبات السيدة زينب عليها السلام اللي مصائب التي وقعت عليها في واقعة الطيف وإلى مسيرها إلى الشام وغيرها من هذه الصعوبات فقال إن لما نتذكر هذه المصائب تهون علينا كل الصعوبات الموجودة بالطريق حقيقة خلاصة كلامه انه العشق الحسيني دائما التذكر مصائب الامام الحسين واقعة الطف الاليمة اليوم تخفف الجراح تخفف الالام الام الفراق الام ممكن صعوبة الطريق ممكن في بعض الاحيان ممكن لا سامح الله اذا فرد او فردين ممكن يأذون زائر بكلام ولكن الحمد لله ممكن نقدر نقول عليها اخر الايام هاي انتهت في بداية زيارة ظهرت بعض اللي اسميهم يعني اليوم الخارجين عن الطريق خارجين عن الطريق ولكن مشكورين علمائنا مشكورين اليوم قواتنا الأمنية اللي حدت من هذه الظاهرة القبيحة والخطرة التي لا تمثل اليوم
الكرم العراقي والأخلاق العراقية والطيبة العراقية، لأن جميع زوار أبا عبد الله الحسين هم زوار العراق، وأن جميع زوار القادمين إلى العراق وهم ضيوف عند الإمام الحسين عليه السلام، وأن أرض العراق هي أرض الإمام الحسين. مثل ما أرجع وأقول لأن العراق أرض الظهور، فنحن حسينيون حتى الظهور. نعم، مستمرين أحبة المشاهدين وياكم، وأنقل لكم أيضا بعض الأجواء حقيقة التغطية الإعلامية هذه السنة مع يعني قناة الأيام وزملائها زميلاتها من القنوات الأخرى، تغطية كبيرة جدا وتعاون عظيم رائع الحقيقة بين القنوات حقيقة. وكل الشكر أيضا إلى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقي على كل أيضا التعاون الكبير مع القنوات، وأيضا قنوات خارجية يعني قنوات أجنبية شاركت بهذه الزيارة المليونية. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. فارسي موكب منتظرين. فارسي ما صار. تكلم فارسي. خلوه ترجم أحمد. تكلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که از شبکه الایام دارن این برنامه رو مشاهده میکنن. امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول حق قرار بگیره، انشالله که امام حسین ازمون راضی باشه. من خیلی تشکر میکنم از برادران عراقی، خیلی تشکر میکنم از برادران عراقی از مهمون نوازیشون. آره یاد گرفتم که بگم انتوم شرفا نحنو شاکر انتوم شرفا انتوم الکرما انتوم کرما نحنو شاکرون. اینو یاد گرفتم. آره سلامت باشید. لذاست که از همه عزیزان عراقی از برادران شیعه تشکر میکنم. انشالله که خداوند توفیق بده که ما هم بتونیم به شما خدمت بکنیم در امام رضا. انشالله شما تشریف بیارید، ما میزبان شما باشیم، شما مهمان ما باشید. و خیلی هم ممنون، خیلی هم ممنون از شما. سلامت باشید. خیلی متشکر، قربون همه تون. و انشالله که همه ما انشالله آقا امام زمان ظهور بکنه، همه ما کیف بکنیم و در خدمت و رکاب ایشون باشیم. شکرا جزیلا. سلامت باشید. خیلی متشکر. شکرا شکرا لكم. شکرا. طبعا احبت المشاهدين بالبداية بداية حديثه يشكر مشاهدي قناة الأيام ويشكر قناة الأيام الفضائية، هذه القناة اللي حقيقة انه ما اقدر انه يوم امدح لنا انا جزء منها، اللي قدمت حقيقة جهود كبيرة وعظيمة من كادرنا، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد، اللي قدمت جهود عظيمة وكبيرة جدا من كادر بغداد وايضا الكادر الموجود اليوم في النجف الاشرف وايضا شبكة المراسلين الباقية في العديد من المدن والمحافظات العراقية، اضافة الى شكر المستمر الى جموع الزائرين العراقيين والخدام خدام المواكب العراقية اللي قاعد أيضا يعني حقيقة شكرهم كبير جدا. وأيضا من خلال كلامه قال هذا دين في أعناقنا عندما تأتون إلى الإمام الرضا. لا بالعكس، لا دين وهذا ولا شيء، هذا اليوم كرم وواجب اليوم على العراقيين وخدمة للقضية الحسينية. وجميعنا قال ننتظر ظهور صاحب العصر والزمان الإمام الحجة قائم آل محمد. طبعا أحبة المشاهدين ايضا من لقاءاتنا الاخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. من وين؟ ايران. ايران. وين ايران؟ مشهد. 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 تكلم فارس، رايك بالزياره؟ خدا رو شکر همه چی خوبه، جوری که میگفتن نیستش، همه چی خوبه، همه چی فراهمه، خیلی خوبه. بهش توصیه میکنم بقیه هم بیان. تمام. ثواني روح هناك، خلي نسوي لقاء مع يوم الدعم اللوجستي. تعال 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 تمشوا لي. السلام عليكم، شلون الشباب؟ الله يخليك. عرفونا عن نفسكم. احنا مركز الارشاد التائهين. شنو يعني عملكم بالضبط؟ عملنا اللي يضيع ندور وراء اهله، اللي يضيع له جنطه زين، نراقب الزوار، نراقب الشارع. لا يعني اليوم نشاهد في بعض الاحيان يعني اي زائر يضيع منه حقيبه او لا سامح الله ممكن طفل يتوه، انتم تكونون المسؤولين. نبلغ عنه عن طريق الجهاز، وعندنا مراكز من النجف الى البصره. نعم تقريبا كم حاله باليوم كمعدل؟ يعني ما ينعدن. كبير. احنا نباشر من الثنتين الظهر لحد الخمسه الصبح.
زين مركز الارشاد، مركز ارشاد التائهين. كل التحيه والشكر لكم، ما اريد ناخركم عن عملنا. موفقين الله يعزك. حقيقه يعني شيء مهم، ممكن احنا ناسي ما تكلمنا عنه، مركز الارشاد والتائهين، ارشاد التائهين، انه كثير من الاشخاص لا سمح الله تعرفون يعني اليوم ممكن مباراة كرة قدم 20,000 متفرج وتصير حالات اختناق، ممكن يصير حالات احد الاطفال يتوه عن عائلته، ولكن اليوم احنا نتحدث عن زيارة قد تصل الى 28 الى 30 الى 31 مليون زائر، بعد تقول 8 او 7 ملايين زائر ايران. يعني حقيقة جهود كبيرة جدا وخدمات رائعة تقدم لكل الزائر. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. من وين؟ ايران. طهران، مشهد، استان فارس، شهرستان قراش. من شهرستان قراش. تتكلم فارسي، رايك بالسياره، من وين جيت؟ تتكلم فارسي. من بار اول دارم میام عراق و خیلی خوشحال هستم، مهمون نوازی عراقی ها رو میبینم و انشالله سال دیگه هم مهمون شما عراقی ها باشم. نعم احنا نعم. شكرا جزيلا، الله يخليك. متشكر ايضا، الشكر المستمر. اليوم شلونك حجيه؟ تفضلي تفضلي تفضلي. من وين؟ اشكرك. من الايران. من وين؟ الاهواز. الاهواز. من وين بالاهواز؟ الاهواز العميديه غجري. تتكلمين عربي؟ عربي. اجيتوا مشي لو بسيارات؟ لا، من استهله مشي. من؟ من استهله. استهله خو ما تعبان؟ لا لا لا، الحمد لله. قدام الامام الحسين خو ما اكو تقصير منهم؟ جزاهم خير الجزاء ان شاء الله. وايد وايد مشكورين، مشكورين كل منا. وايد وايد طيبين طيبين طيبين. صلوات صلوات على مال باين. شلون تحس؟ الحمد لله. تحياتنا لكم، يا رب توصلون بالسلامه. الله يخليك، الله يحفظك. احبه المشاهدين، استمرارنا اليوم بنقل الاحداث او بنقل اليوم كل مشاعر الزائرين متوجهين الى قبلة الاحرار ولا قبلة الثوار وحسينيون حتى الظهور، وهذه الانتقاله للزميل الاستاذ فلاح القرعاوي. شكرا يا زميلي يا ظفر، كنا معكم وهذه الجوله الميدانيه المتكامله في برنامجنا حسينيين حتى الظهور، واحنا مستمرين وياكم نقدم لكم الصوره الحيه لشبكه مراسلي قينات الايام المنتشره على الطرقات المؤديه الى كربلاء المقدسه. على هذا الطريق زميلي ظفر في محافظه بغداد، ايضا كان هناك احد زميلنا علاوي وكذلك كاظم الحاوي ايضا كان في الرميته. هذه الشبكه لفضائيه الايام وقناه الايام من خلال اظهار المسيره الحسينيه بالواجهه الحقيقيه ومبادئها وثورتها التي خطت على جبين كل مسافر الى الحسين. كل هؤلاء المسافرين الى الحسين حج اكبر للوقوف على حقيقه هذه المبادئ الحقه التي خطها الامام الحسين عليه السلام بدمه الطاهر. احنا مستمرين معكم في قناه الايام وهذه البرامج الحسينيه. برنامجنا حسيني حتى ظهور سلط في الايام السابقه هذه الاهداف، هذه المبادئ، هذه الثورة، وهؤلاء السائرون على هذا الطريق يحثون الخطى في السير إلى الإمام الحسين عليه السلام. وكما تشاهدون قلنا إحنا الآن يعني مكاننا الآن في منطقة الكفل والتي تبعد عن النجف الأشرف قرابة يعني 20 كيلو، فهذه المنطقة التي هي تابعة يعني نستطيع أن نقول معزولة عن النجف الأشرف ومعزولة عن منطقة الحيدرية. هذه منطقة تستقبل الزائرين من مفرقين، مفرق الحلة وهو مناطق بغداد وغيرها، وكذلك من مفرق المناطق الجنوبية البصرة، الإعمارة، الناصرية، وكذلك الديوانية، فضلا عن السائرين من النجف الأشرف. تحدثنا قبل قليل عن الكثير من الخدمات والدعم اللوجستي لأصحاب المواكب، للحسينيات، للهيئات، للجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك ويخليك، سعدك الله، سعدك الله حبيبي. رايح للحسين، رايح للحبيب الراية. اي تعني الراية هاي، متحزم متحزم يسولف لك. والله أنا جاي من إيران محافظة عبادان، هاليوم رابع طلعنا مشاي على الاقدام، طبنا النجف، زرنا الامير وطلعنا الصبح الساعه 5. هسه جاي نزور الحسين احنا والعيال. اكيد انت وحدك ولا عيالك؟ لا انا والعيال. كل سنه هاي تسع زيارات. ما شاء الله ما شاء الله. شنو السبب اللي يخليك تجيب عيالك؟ هذا حب الحسين.
حب الحسين، يعني احنا تابعين لولايه، ولايه امير المؤمنين، وهذا ولد امير المؤمنين. ايه ممنونين، توصلون بالسلامه يا حبيبي، توصلون بالسلامه. مشاهدي الكرام، بعد ما كنا معكم وبرنامجنا حسينيون حتى الظهور، الان وصلنا الى اللحظات الاخيره لهذا البرنامج. نختمكم هذا البرنامج، وشكرا على حسن الاصغاء، وهذه عوده الى بثنا المباشر. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور حسيني حتى الظهور.